احنا اسفين يا شباب، بس مثل ما شفتوا الصوت كان في مشكلة، وصورة الكابتن عساف كانت ثابتة. ان شاء الله هلا منظبط لكم الامور بشكل افضل. يسعد مساك ابو حميد. وابو راشد، ما فهمت عليك شو كتبت؟ ما فهمت. تحملونا ثواني بس. كان النقطة اللي عم بيحكي فيها الكابتن عساف كانت جدا جدا حساسة، لها علاقة بأشخاص. حكى عن المستشار المدرب طريف رجب، حكى عن عمرو الهاشمي رئيس الرابطة، ما بعدنا ما كملنا، وحكى عن إحدى مباريات الدوري السوري لما كان هو مستلم التدريب. صار فيها تمام تحملنا كابتن، نحن عم نعذبك. لا لا بالعكس، هلا دكتور. في سلام من الدنمارك من الأخ نزير صالحاني. والسبع تنعم منه حبيب قلبي قصي. رح نرجع نحكي كابتن بنقطة، إنه نذكر وين كنا. كنا عم نحكي إنه أنت على في سوء تفاهم أو في خلاف بينك وبين الأستاذ أحمد قوطرش أثناء فترة الانتخابات. قال لك ما رح يرشح حاله، قلت له رح يرشح حالك. معك دكتور. ايه بس السماعة يمكن عم تدق بالكنزة، عم تعطي هيك شوية صوت، ما بعرف في بتطلع مثل خشة أو شغلة. علي صوت لا لا بس قربها للسماعة مشان ما تدق بالقميص، لأنه عم ويمكن عم طالع. حوصل شوي. ايه حبيب قلبي، تمام حبيبي. رجعنا نحكي عن فكرة المستشار اللي بينادي الوحدة. انت عم تحكي انه احيانا بيكون في تبديلات، هاي التبديلات العالم ما عم تعجب العالم، خاصة بمباراة الاتحاد او بالمباراة الماضية مع الطليعة. عم تقول انه المفروض يكون في مستشارين يتدخلوا. يا دكتور، يعني هلا ملخص القصه كلياتها، انا اللي بتمنى انه مثل ما انه نحن حتى لازم ياخذ حقه وقت بينتصر الفريق ونفوز بالمباراه، ياخذ حقه الكابتن، ياخذ حقه ويقول انه هو ياخذ حقه من الكل، منا اول العالم انه بنتشكره ويطلع ويحكي ونحن من حقه، مو نحن كابتن نلاحقه بس وقت خسر الفريق من له. نحن نحاول بنادي الوحدة يكون العمل جماعي، إن كان بالفوز أو بالخسارة. يعني الكادر تمام بشكل كامل هو تمام المسؤول عن الفوز، والكادر بشكل كامل هو المسؤول عن الخسارة. ما بدنا لما نربح نقول فلان اللي جاب اللعبة، ولا بدنا لما نخسر نحطها براس فلان. هاي هي الفكرة اللي أنا كنت عم بحكي لك إياها. ثانيا، دور المستشار، أنت أدرى من المستشار والله، يعني ما في أحلى من العمل الجماعي. أقول إنه شغلة واحدة، ما نحن نحمل المدرب لحاله مسؤولية في حال في عمل جماعي، أي نقطة على السطر، في حال لا سمح الله ربح خسر الفريق ما نحمله إياها لحاله، وفي حال ربح الفريق الكل بيتشارك بهالإنجاز هذا، ونقطة على السطر بس، يعني هي النقطة بس. عم بيقول حسان. انا ليش عم باخذ تعليقات حسان تحديدا؟ لانه حسان كان مواكب تقريبا جميع المدربين وجميع مراحل اللي مرق فيها نادي الوحده بالفتره الاخيره. بيقول لك كابتن الله يخليك، كله شغل لطريف، ولا مدرب جاب سيرته بكلمه انه مشارك بالانجاز. يعني هذا الحكي قبل احمد الشطار. لك من حقه، ليش احنا ما نعطيه حقه؟ لك ليش ما نعطيه حقه لطريف؟ يعني ليش مخبينه لطريف مع اسمه الكبير؟ يعني ليش مخبينه؟ يعني اخي حسان ليش مخبينه؟ يعني ليش ما احنا نظهره على العلنة؟ كتر خيره الزلمه، لك بيتمنى بجوز اي مدرب يشتغل معه. يا كابتن حسان، نحن ما بنشك بقدراته، بس انه نحن عم نقول يا حسان انه هالزلمه وقت عم يصير في انجازات وكذا ما عم ياخذ حقه، بس يعني ما نحن بنقدر نصعبها وبنقدر نسهلها، بس بركي هو لا الكابتن البعض طريف ما فكر انه عم يتهجم. لا مو ها تهجم، بركي هو
بس ما بيحب يظهر، ما بيحب الظهور. ما بيحب الظهور؟ هي ممكن، شو بدي لك، ممكن. لا كابتن، لا لك والله، نحن قلت لك يعني ناخذها بحسن نية دكتور، ناخذها بحسن نية، والله ما في سوء نية لا تجاهه لا تجاه غيره، بس انت يعني نحن كمدربين دكتور، مثل عملك كدكتور انت مثل اي عمل اي انسان، وقت بتشوف غيرك عم يعني نفس المصلحة عم يتهجم عليه وعم ينحكى، وفي غيره بيكون معه بتحس فيها شوية بزعق، يعني بتحس بشعوره شوية، انا هذا اللي عم يخليني احكي يعني، هي مو مسألة بس لا معه. حدا الفكرة كابتن، الفكرة انه نحن بنادي الوحدة انت ادرى من غيرك. في عنا ما بدي اقول شلالية، عم بقول ناس من بيحبوا اخي ماهر السيد وعم بيشتغلوا لعودة ماهر السيد او ليستلم شيء ماهر السيد، ناس مع رأفت محمد وعم بيشتغلوا على موضوع رأفت محمد ليرجع يستلم، ناس عم تجهز لعساف خليفة، ناس عم تجهز لفلان الفلاني. هذا الوضع عم بيكون كله هذا الشغل مؤثر على المسيره الفنيه للفريق، بغض النظر مين المدرب الحالي. لما بيخسر ولما بيربح الفريق يعني ماذا نعطي الموضوع؟ ما بنشوف اي مديح للعالم اللي عم تشتغل حاليا. هاي النقطه اللي انا عم والله معك حق، كلامك صح. هلا بجوز نحن يعني ممكن حتى نحن كلياتنا ممكن وقت بيربح الفريق ممكن عندنا قناعة صغيرة إنه لازم يربح الفريق، ممكن هالقناعة الصغيرة ما بتخلي حدا يحلل أو يكتب إنه نحن الجماعة بالإدارة والأستاذ غياث تعبانين وبازين جهد وكابين مصر إنه لازم نربح، يعني بس يعني أنا دائما باخذ الأمور بحسن نية مو بسوء نية، ما إنه نحن عم نصغر العالم وقت بيربح الفريق ما بنذكرهم بالخير، أو أنا عم بحكي عن حالي، يعني بجوز عندنا هالطمع أو الغيرة أو ما بعرف شو بتتسمى، انه نحن لازم يربحوا، بس يعني ما خذها يعني الامور تمام. بحسن نيه، ما في سوء نيه ابدا. طيب كابتن، لما بيكون الفريق خسران ما بنطلع بنشوف. انت اليوم انت مانك مشجع عادي كابتن، انت مدرب وعندك اسمك وعندك تاريخك الكبير. نحن بنتمنى عليك كجمهور عادي انه لما بدك تحكي عن الخطأ تكتب لنا انه اليوم الفريق لعب بخطة 4-4-2، كان لازم يلعب 4-3-3 مثلا، كانت التبديلات بدل ما ينزل رجا لازم ينزل فلان، بدل ما يسحب فلان لازم يسحب فلان. هيك نحن بنعرف وين الخطأ، بينما الكتابة خطأ ونكتب مسؤولية عليه أو ما راح نربح. هذا اللي عم تمام، بس في عالم يعني مثل ما تفضلت انت، شو ما كتبت ما بيتقبلوا، يعني ما بيتقبلوا، يعني الحمد لله نحن برات البلد، يعني لو جوات البلد بجوز كان غاية، يعني نحن برات البلد الله يوفق الموجودين بالنادي ودائما نتمنى لهم الخير، بس انك انت تجي تفصل المباراة وتحكي والله في يعني ما حدا بيتقبلها، يعني فيها شوي صعوبة على اللاعب اللي لعب او اللي ما لعب او اللي او المدرب او الجهاز الفني او حتى المستشار، يعني انت قاعد من برا وعم تحلل وتقيم، كان شوي بيختصر بهالموضوع، او يعني فوق مو خسرانين تيجي كمان تكمل على الفريق وتقعد، ما في فريق ما بيخسر، ما في فريق ما بيصير معه مشاكل، يعني بس انه انا بعتقد صعبه انك تحللها وتفندها، ولازم 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 تعال ورجينا حالك، ابسط كلمه بقول لك واحد تعال ورجينا حالك، شفناك وقت اجيت دربت الفريق شو عملت، حافظينها في كم جواب حافظينهم هذول، يعني طيب واضحه يعني ما بدها. كابتن، بالحديث عن مباراة جبلي على الأثناء لما كنت أنت مدرب لنادي الوحدة، بياخذنا لما عم تقول إنه المباراة قبضوا اللعيبة مصاري من جبلي ليخسروا المباراة 3-0 أثناء ما كنت مدرب. هذا الشيء بياخذنا على مباراة العين الإماراتي بكأس آسيا، دوري أبطال آسيا، لما كنا ربحانين 2-0 وخسرنا 3-2. يقال إنه عساف خليفة أيضا مشارك بشيء بهاي تمام المباراة، وقبض مصاري 10,000 تمام دولار بالإمارات، قبضهم بالإمارات. تمام تمام هلا لا حكيك، لا اول شيء موضوع جبلة، يعني لا اخلص من موضوع جبلة اللي فوت بلعبة العين، موضوع جبلة بعت ورائي الاستاذ فراس معلا بالاسم، الاستاذ فراس معلا على التحقيق، يعني انا اذا بقول الوقائع اللي صاروا معنا بيهبط الفريق على الدرجة الثانية، كان الفريق بده يهبط على الدرجة الثانية، إذا أنا بالتقرير تبعي بقول صار هيك 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 هيك،
هلا قدامي حلين ما في غيره، يا بتنطبش الخساره براسي وانا خسرت الفريق وانا، او بدي هبط الفريق للدرجه الثانيه. مو بمنيه، النادي الوحده مفضل علي وعلى غيري وعلى يعني اليوم لقيامي. بس انا بالتقرير تبعي كتبت انه ما صارت هالاحداث كلياتها. وانا يمكن انا بقول لك شغله واحده، يمكن انا بعد ما كبرنا وصلنا بهالعمر يمكن انا ندمت، يمكن لازم اكتب بتقريري شو صار. ممكن يوميتها بنزعل شهر شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته، ممكن بيهبط الفريق سنه، بس ممكن كان بينضف، ممكن كان ممكن عم اقول لك ممكن كان كانت تتغير يعني، ممكن كان في لها ايجابيات القصه. معلش بس كمان هي ال رائع المباراة مع العين الإماراتي، معلش اليوم كله الفريق هلا هي العربي. خلصنا من الاجيك على لعبه العين الاماراتي. تمام. لعبه العين الاماراتي في كان فينا علي ممسك انه هي كل ما بنكتب على حدا بدنا نكتب عن الكابتن انه باع لعبه العين الاماراتي. طب هلا الاخ حسان وعمر الاستاذ عمر الهاشمي وطريف الاستاذ طريف وكل الشباب اللي بالنادي المقاول وقت بتنباع اي مباراه، او الكل بيعرف وقت بتنباع مباراه بيكون في اتفاق بين الاداره والمدرب واللاعبين، شو بدها تنباع المباراة؟ يكون في اتفاق بين الثلاثة، يعني اللاعبين أهم شيء، لأن احنا بالنهاية نحن عندنا 30 لاعب، نحن 30 لاعب إن كانوا أساسي أو احتياط، ولا واحد دقت في النخوة أو الكرامة أو الشهامة يطلع يقول كابتن عساف حكاني، كابتن عساف وعدني، الكابتن عساف قال لي، لأن أنت بالنهاية لا المدرب بيفيدك ولا الإدارة بتفيدك، بيهمك اللاعبين. الحديث كان طب نحن مع 3 4 لاعبين بكل مركز حاكين مع مين لاعب هن؟ يا ريت انا مثلا. هي عن طريقك دكتور، هي عن طريقك دكتور هذا البث. عرفت كيف؟ يعني ممكن انت تكون مع الحارس المرمى، مع مدافعين، مع لاعب خط وسط، تمام ضروري تحكي مع تمام طب لاعب المباراة يعني. برافو عليك برافو عليك. اللي هن اللعيبه اللي عامل لك انا اللي ما فيهم شرف او ما عندهم نخوه او هي عم بغلط عليهم، بلكي بيستفزهم بيطلعوا بيحكوا. انا كان كابتن يوميتا بالمرمى زكريا قاسم اذا بتتذكر المباراه. انا بعد المباراه تخانقت مع الكابتن صفوان حسين وظلينا سنتين ما نحكي مع بعض، لاني انا نقدته لانه زكريا بالجول الثاني تعرض لاصابه ما عاد شاف بعينه، اكل الجول الثالث لانه ما له شايف الكره. وانا وقت قلت انه الكابتن صفوان كان لازم يبدله زعل مني الكابتن صفوان، كتبناها بجريده مع الاستاذ لطفي الاسطواني بالجريده الرياضيه كان عامل معي مقابل. وزعل مني الكابتن صفوان، ضل سنتين ما نحكي انا وياه لاني انا نقدته لانه ما بدله للكابتن صفوان، الكابتن زكريا. اللعيبه معناتها انا الاداره موكلتني انا احكي مع موكلتني انا احكي مع جماعه الاداره مفوضتني، معناتها الاداره اذا انا بعتها معناتها الاداره اللي هي هلا موجوده الاستاذ احمد وكلهم كانوا معي بالبيع مثلا، يعني كلهم كانوا متفقين معي بالبيع بس عساف باع الاداره ما باعت. اذا طبعا انا بقول لك ما في شيء هذا الحكي، اذا هيك معناتها انهم مشاركين معي بهالقصه. ال10,000 دولار انا كنت موظف بشركه سمارت سبورت، هي تبع نقل مباريات ومهرجانات رياضيه، كان في بطوله دبي هي اللي راعيه لبطوله دبي بالامارات. انا طلعت مع شركه سمارت سبورت ما طلعت مع نادي الوحده. وانا هنيك طلب مني الاستاذ خالد حبوباتي في صديق له هنيك، بما اني عضو مجلس اداره انا مو لاني طالع، انا بما اني عضو مجلس اداره كنت عضو مجلس اداره انا، بعت شخص لعندي اعطاني 10,000 دولار اعطيه راتب لايدي واشنطن، كان له راتب شهرين عنا مع لايدي واشنطن، اعطيناه العشر بالذات تذكر بالمية مية. وانا بعتذر منه هلا على الهواء لهالانسان الراقي، بعدين ما فتنا بالحديث ورجعنا ما كملنا على اعطاء مجلس الاداره الكابتن طريف قوطرش. المفروض كانت يوميتها انا اعطيها للكابتن طريف هو كان اداري الفريق، اعطيها للكابتن طريف هو يعطيها لايدي واشنطن. انا اعطيتها لهيثم شريف كان هو اداري مدير الفريق المدير الباسي، هيثم شريف اعطاها لايدي واشنطن. طلع علينا صيت انه بعنا، شلون بعنا؟ بعدين خالد حبوباتي 10,000 دولار اللي حاطط سبع بدنا نحكي قديش كذا مليون دولار على 10,000، بعدين قيمه نادي الوحده بهدول اللي عم يحكوا انباعت المباراه 10,000 دولار، اي اول شيء هذا قبضنا ال 10,000 دولار يعني حطيتها بجيبتي ولا جبتها للنادي، يعني شيء موضوع شو بدي اقول لك مخزي. يعني اول شيء عم يحكوا برقم يقولوا 100، بعدين لعيبه ما لازم تستفيد
كنا عم نلعب مجموعة كان معنا سبهان الإيراني. حكوني جماعة كان رئيس البعثة، رئيس البعثة بيحب الرياضيين وبيحب اللي كانوا لاعبين الفوتبول، كان لاعب المنتخب الإماراتي. اتصل فينا أنا إنه إذا بيربحوا على سبهان وعيد كل لاعب مكافأة مني خاصة 1500 دولار يوميتها. وأنا حكيت للكابتن رأفت وحكيت يمكن أربع خمس لعيبة وقلت لهم اربحوا وإلكم مكافأة، أنا لو نخسروا هي الممسك العظيم اللي ماسكينه على عساف، انه كل ما هي خان النادي وباع النادي، وانه عساف لعبة العين قبض. وقت اجوا نادي لعبنا معهم بالذهاب، تعرفت عليه لهذا اللاعب وهو جاب لي موبايل هديه. لما رحت قلت له لبسام صبار، استاذ بسام صبار شوف شو جايب لي هديه الزلمه، بعد شوف عم حدد لك شو جاب لي. طبعا كل الشام دريت انه جاب لي موبايل، بعت المباراه بموبايل، في موبايل يعني شغله كابتن بموبايل، هو 10,000 دولار وخالد حبوباتي، يعني الاستاذ خالد حبوباتي لو واحد غيره. يعني احلى شيء بالمباراه انه وقت الفريق اجتمعوا قبل المباراه، هي صار في اللي طالعين برا، يعني طالعين برا من اللعبه، لعبه يوميتها كان بدهم جمهور، كان نادي الامارات نادي العين كان بدهم جمهور يوميتها. حكينا ابو عدنان وجيب لك كم واحد، لم في قرشين يوميتها، حتى الاستاذ كنا حكينا لابو عدنان جيب جمهور وتعال عايش، واستفد لك قرشين من هالجماعة لحتى صرنا نحن بايعين النادي، وصرنا بايع يعني هي القصة اللي كل ما حكينا كلمة بدنا نفضحه للكابتن انه باع لعبة العين. خالد حبوباتي، هذا خالد حبوباتي ما هذا كان ياخذ رواتب ولا كان بالعين. عم تقول تفضل. طريف رجب وعمرو الهاشمي وحسان الحسيني هن اشخاص طلعوا لك بهاي القصص، بس حسان عم بيقول امتى حكى انك بعت كابتن؟ يعني حسان سمعت عنه انه او لا لا شفته؟ لا ما حسان، لا 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 انا ما انا قصدي على حسان والكابتن طريف والاخ عمر، انهم بالنادي موجودين بالنادي من هداك الوقت. لا حسان تمام. للامانه ابدا ما حكى الحكي، لا يعني مشان نكون واضحين. بس بموضوع ذكرتني بالاستاذ احمد، عفوا، بموضوع الاستاذ احمد كوتلاش، يعني هيك ذكرتني له بقصه انه وقت الانتخابات انا كنت بلبنان مع النادي نبي شيد، طب خبروني لانزل بتاكسي ومدلل معزز مكرم واقف بالانتخابات ضده للاستاذ احمد، مو بمنيه للاستاذ احمد لاني انا ما بشتغل هالشغله، يعني ما هالقصه، بنزل واقف بجوز 10 اشخاص، بجوز 10 اشخاص منمون عليهم من نادي الوحده، يعني لا نزلنا ولا حكينا ولا رحنا ولا نحن اكبر من هيك، لانه تربينا هيك. ما عم بعمل لحالي دعايه ولا هذا، هذا وقائع، عم بعطيك اسامي واشخاص ووقائع صايره معي بهالنادي. لهيك امبارح لما حسان كان برجع بيحكي مع لعلاقتي، رجب عم بيسألوه انه عم نحكي عن بشكل عام عن الفريق، فبينكتب تعرف المشجعين بتكتب غسان معتوق مدرب، تمام عسل خليفي مدرب، فلان مدرب، فلما حكى انه حسان لما حكى انه عساف على خلاف او عساف عليه اكس مثلا او هيك حكى، فهو مو من باب انه عم بيرفض، مو حسان عساف بيرفض اكس قال ايه، مو هو لا انت كده لحسان، عندك شعور متبادل. انا شفت التعليق تبعك عن لا لك شغله واحده دكتور. هلا بغض، هي اللي حكيت لك علاقتي انا والاستاذ احمد قوتراش. هلا بنجي على البقيه، انا وعلاقتي والاخ طريف الانسان الراقي المحترم، والله من وقت كنا لعيبه لهلا ما مرقت عليها شائبه، ومع اني انا في ايام غلطت يمكن معه ايام الشغلات، يعني ممكن انا وقت كنت بعضو مجلس الاداره يمكن اقناه يوميتا، كان هو مدرب شباب وقناه، مع انه هو هرم ما لازم ينقال يوميتا، يعني انا ما سائت لي ولا نزعت العلاقة اللي بيني وبينه للأستاذ طريف. ولهلا أنا وياه للأمانة بكني كل احترام، نزلت مرة على الشام ماشي بالطريق، نزل من سيارته لقيته بالدنيا، يعني تخيل واحد بقامة الأستاذ طريف ينزل من سيارته ليسلم عليك بنص الطريق. علاقتي بالأستاذ بلال كوران أخ كبير، يعني أخ محترم كثير بلال كوران، وأنا مرة وقعت بمالي حالة مادية كان هو الوحيد اللي وقف معي. بسام صباغ اكل ببيته يمكن اكثر من اكل ببيتي، مين في اعظم؟ هيثم شريف اخ وعزيز وغالي، مين إن الاداره اللي انا ضدهم اكس؟ ما بعرف مين في اعضاء كمان بالاداره، يمكن الاخ انور كوتر الله يشفيه ويعافيه، انور عبد الحي الله يشفيه ويعافيه، انور اخ وعزيز وعلى طول علاقتنا محترمه لان هو رياضي وانا رياضي ونضل على علاقه وعلى ما في، يعني بس مين هي الاداره اللي اكس؟ انا والاداره اكس، هذا اللي خلاني جاوبه للاخ حسان.
فاعضاء اليوم، اعضاء الاداره كابتن بنادي الوحده اللي بدهم يحطوا مدرب او بدهم يشيلوا مدرب، خلينا نقول رئيس النادي احمد قطراش ومدير الكره الاستاذ غياث دباس، كيف علاقتك مع هدول الشخصين؟ الاستاذ غياث دباس انا بتربطني فيه علاقه، اذا بقول لك يمكن قبل ما يجي على نادي الوحده كان عنده محل البسه مواجه بيت اهلي، دائما واقف انا وياه ونحكي على الرياضه، وانا كنت يعني بعزي هيك يعني باخر ايام عم لعب فوتبول، دائما بيوقف معي وبيحكي. قصتي مع الاستاذ غياث دباس قصه يعني عم بعطيك تفاصيل. استلمت نادي الوحده، الاستاذ غياث كان مطروح بده يرشح حاله لاتحاد كره القدم، كان هو حابب يدخل على اتحاد كره القدم اول طلعته يعني. انا كنت باتحاد الكره على الصدفه، عم يحكوا كانوا على حسام السيد كلام كثير يعني مو محبذ يعني، او له قصص وكذا ومن هالحكايات. جيت قلت له للاستاذ غياث دباس لو سمحت بعد عن حسام، من محبتي عم حاكيك يا بعد عن حسام هالفتره لانه بجوز بتاثر عليك بدخولك على الاتحاد. هالكلام راح قال له يا لحسام السيد، حسام عاتبني ضل سنتين ما يحاكيني. هي ومن يوميتها لهلا يمكن الاستاذ غياث دباس يا مجتمع معه مره يا مرتين، من يوميتها لهلا يمكن صار له اكثر من 7 سنين. استاذي انا لا لا استاذ أي غياث تفاصيل على التفاصيل قديش دقيقة نحن أي لا اسم لا لا بنذكره بس كابتن، أي اسم بنذكره بيحق له لهذا الشخص يرد بالطريقة اللي بده إياها حتى تمام الرد تمام يعني تمام ما دكتور لا يكون لا لا يعني تشك والله يا دكتور، والله يا دكتور بغض النظر يعني ليش شايفني عم بقول بالاسم دكتور، لانه واقع ما حدا بيقدر ينكره. انا وقت كنت مدرب منتخب ناشئين سوريا كان الاداري تبعنا الاستاذ رياض المصري، قال لي ليه زعلان منك الاستاذ احمد قطره؟ قلت له لان صار هيك هيك هيك. قام راح ساله قال له الاستاذ احمد صحيح هيك هيك؟ قال له الاستاذ احمد، قال له مزبوط هذا اللي صار، بس عساف كتب علي انه يعني عم اقول لك انا عم بعطيك تفاصيل احداث واسامي اشخاص، لانه ما يعني ما بتجن على حدا ولا بحكي على حدا ولا بحكي على وقائع ان شاء الله وما بنظلم حدا. هي اول شغله. بدي اقول شغله ثانيه، في عندي نقطه سلبيه بحياتي كمان دكتور، اللي هي موضوع الله يرحمه نينام. هذا السؤال اللي بدي اسالك اياه كابتن. يقال انه لما اجى نيناد لما كان مدرب الوحده راح درب بالنجمه، اثناء تدريبه تمام بالنجمه رجع على الشام بزياره ليتعاقد معه نادي الوحده من اول وجديد، بس كانوا منبهين عليه باداره نادي النجمه انه ممنوع تتفاوض مع حدا. هون يقال انك انت خبرت اداره نادي النجمه انه نيناد حاليا قاعد بنادي الوحده عم بتفاوض مع نادي الوحده وبالعلامه عم بشرب كاسه برتقال. تمام نادى عشان خبروه هاي الخبرية انه انت اليوم ليش رحت على نادي تمام وهي حسام العلامة. السيد تمام. هلا الله يرحمه اول شغله طلبت روحه رحمه، اول شغله بالنسبه لموضوع حسام السيد ما بيساوي شغله على العلنة، كل شيء مطبوخ على الهسي الهسي يعني من تحت لتحت، هي عم بيجي من الاخير للاول. ولا على تواصل انا وياه صار عندي هون بعمان ليدوخ الكره العمانيه كلها. المهم نحن قصه المرحوم نينار، انا كنت بالبيت بدق لي حسام السيد، كان حسام هو عضو مجلس اداره، صحيح قال لي يا عساف انا صار لي جمعه عم بطبخ طبخه بدي ارجع الكابتن نينار، انت بتخبر جماعه نادي النجمه انه نينار عندنا هون بالنادي وعم نفاوضه، فمين قال لك هالحكي؟ قال لي الكابتن نينار. قلت له هي التليفون رح ندق لسعد عيتاني، انا بتربطني علاقه باداره نادي النجمه لهلا، ورجا رافع وقت راح سالوني، وعبد الرزاق الحسين وقت راح سالوني، جماعه بيعتبروني الي شغله بسيطه عندهم، وقت رحنا نادي الوحده لعبنا مع نادي النجمه شافوا اللعيبه قديش بيكلنونا، فالجماعه الي بالذات كل محبه وتقدير. دقينا له لسعد عيتاني، قلنا له هو الامين العام ولهلا هو الامين العام لنادي، كيف انت كيف حسام حكى؟ قال له حسام السيد مشان كابتن عساف حكاك مشان نيناد وكذا، قال له لا ما حكى، ليش مين نيناد؟ شو بو نيناد شو عم يساوي؟ قال له بدهم نحن نجيبه على سوريا بس عساف خبركم بالموضوع. قال له وقت نيناد ما بده ايانا نحن ما بدنا اياه. بعدين نيناد قايل له لحسام كان شيل لي جوازات السفر لانه عساف قال لهم الي ولمرتي ولاولادي. قام قايل له الاستاذ سعد عيتاني روح اساله لعساف وقت كان لاعب عندنا كمشنا جوازه له ولمرته ولاولاده، نحن نادي النجم اللي ما بده ايانا ما بدنا اياه. قام قال لي حسام والله لا افضحه لنيناد، عم حاكيك بالوقائع حسام حي يرزق. قال لي بكره الصبح وبشهاده الاستاذ بسام صباغ توعدنا اليوم الثاني الصبح انا والاستاذ بسام صباغ وحسام السيد بدنا نعمل اجتماع صباحي وراح يدعي حسام الصحافي، يا بده يعريني قدام الجمهور
يا بده يعاوري نيناد قدام الجمهور. دقلح بسام الصبح، انا بقول له بسام وينك؟ انا بدي اجي على النادي. قال لي توفى نيناد. قال لي الله يرحمه. توفى نيناد امبارح بالليل عامل حادث. انا بدي اخبر نادي النجمه. يعني انت بس في شغله واحده دكتور، يعني نحن في، يعني انا مالي كرامه، مالي شخصيه لحتى اصغر حالي قدام اداره نادي النجمه وخبره، يعني انه يعني انا معقول هن الجماعه اللي كان لها كل هالاحترام والتقدير اطلع صغر حالي وساوي حالي لهم؟ يعني يعني ما يعني ما عم تزبط معي الجمله اللي بدي اقول لك اياها، اني انا اروح اقول لهم لاطلع صغير قدامهم اني نادي يجي لعنا اقعدكم تجيبوه، شو هو جاي مال ابي هذا الحكي؟ يعني دكتور في شيء بينسمع وفي شيء ما بينسمع. دكتور هي انا عندي مشكله واحده، اني انا بضل متغرب، يعني انا بضل مسافر ضلك بعيد. وانا ما بقعد، بضل بعيد ما بضل بالحدث. يعني انت الوقت بتكون بالحدث بتسمع بتجاوب بترد بتشوف القصه بتسكتها بتفتحها بتسكرها، انا بعيد، انا بعيد ما بسمع الا قصص علي وهالحكاية الكابتن هيك والكابتن هيك والكابتن هيك شو الهدف يعني ببعيد. صارت هاي القصص عليك؟ لا لا انت لك محبين بس الله يشهد اشهد علي، ما بكن لاي انسان الا كل حب واحترام وتقدير. وانا وقت اكون عم بحكي اخي دكتور، نحن خليني احكي لك اياها بصراحه دكتور، نحن نادي الوحده والله العظيم جرح بحكيها، ما بنحب بعضنا، لا جمهور ولا اداره ولا لاعبين. وما نجاح والله بينتشر عقده بنادينا قبل ما يطلع لغير ابنه. فشل الكابتن قساف، ما عمل نتائج، فجر ما عمل كابتن وشوف عمار الشمالي طلع لعمان ما توفى، رجع استقبلوا نادي تشرين ورجعوا شغلوا، رجعوا نادي جبلي شغلوا، اجى الكابتن عطار ما توفى رجع على نادي الطليعه كرموا. الا نحن يعني للامانه نحن الواحد يا اخي انا بقول شغله واحده، يعني بدي هيك والله معلش واحد مجروح شوي يحكي لك، نحن خلينا اخي انا ما في واحد بحياته ما غلط ببيت مع اهله مع ابوه مع امه مع مرته مع عائلته مع جاره مع اي واحد، لكن احنا بدنا نضل كامشين هالغلطه تبعه وان كانت صحيحه ولا كذبه، وبنضل بدنا ندور فيها لبعد ما استغل. لك ما في واحد ما اشتغل بشركه بجوز سرق له شغله، سرق له سطل اللبن، سرق له سطل الدهان، بدنا نضل حاملين له اياها. لك يعني اخي ما قال لك انه مثلا ممكن يكون في زلات سابقة حاملت لك اياها، يعني نعم؟ في لا زلات. مو عم بحكي علي، ايه تمام لا شايف. لا عم بحكي بشكل عام، بحكي بشكل عام والله. انا هلا اجت سيره ماهر السيد، انا والله العظيم انا وقت دربت نادي الوحده والله العظيم والله العظيم، والجرح الثاني اني كنت انا في عندي اخوات بنادي الوحده خسرتهم، انا خسرت غسان معتوه، غسان معتوه انا رقم 21 هو اللي لبسه بعدي، وانا اخ وبعتبره انا بعتبر غسان ما تعاطيت معه، يعني ما حكينا انا وياه مع غسان معتوه، خسرت ماهر السيد، صرت حلو بسام سبق خسرناهم لشوي كبرنا، يعني الواحد بيرجع بيحكي رجعنا انا وبسام رجعنا انا وماهر، بس غسان قطعت اخباره بسبب سفره لا بالنادي ولا وبنينا بنادي الوحده، لكن اللي شالوني من نادي الوحده اولاد النادي ما هن غسان وماهر وبيت بسام صباغ بالاتفاق مع الكابتن عماد شومان الله ييسر له شالونا. لك ما بزعل هذا حقائق واقعيه، كابتن عماد شو ما استلمونا بعدها بسبع لعب، سبع لعب جاب نقطة واحدة، وفي اللعبة الأخيرة المعتز فيني اللي الله يذكره بالخير حسان بيعرفها أكثر واحد لأن له إيد كبير فيها، أنا معلش عم نحمله كثير اليوم على ظهره لحسان، جبنا لعبة تشرين أعطونا إياها أربع نقاط هي اللي خلتنا بالدرجة الأولى. نحن خليني أنا اللي بقول شغلة واحدة إنه نحن ماهر السيد غلط، لك أخي إنسان غلط، عساف غلط، انسى، لا تقعد نضل نحكي بالماضي نادي الكرامي كل كوادر من اولاد النادي، هذا لا يعني انه ما بيجاب واحد من برا، ما لي ضد انه يجي واحد من برا. المعال المدرب والمساعد والفني كلياتهم اولاد، طلع على الانديه الثانيه، مهند البوشي طلع على الانديه الثانيه، نحن بس نحن في شغله واحده لك، والله العظيم ما لي طالب الا شغله واحده، نحب بعضنا. والله العظيم من نادي الوحده وقت بنحب بعضنا وما ننطر بعضنا، لك يا اخي مين ما غلط؟ مين بيناتنا ما بيغلط؟ اي انا بغلط وانت بتغلط وكلياتنا بنغلط، طب اذا غلطنا شو المشكله؟ بدك تضل لاحقني على هالغلطه ليوم لقيت. طيب بالحديث كابتن، بالحديث عن الكابتن ماهر السيد اليوم، هل بالضرورة انه اذا انا لاعب كبير، يعني هل بالضرورة اليوم نحكيها عنك تحديدا اليوم عساف خليفة يعني يعتبر
من افضل اللاعبين اللي مرقوا على الكره السوريه، مو بس على نادي الوحده، من افضل اللاعبين اللي مرقوا على الكره السوريه كلاعب كره قدم. هل بالضروره هذا الشخص كونه لاعب نجم يكون مدرب ناجح مدرب نجم؟ لا مو شرط ابدا. اذا ماهر السيد كان اليوم لاعب هداف بنادي الوحده او هداف تاريخي بنادي الوحده، ضروري يكون ماهر السيد اليوم مدرب ناجح بدون تجربه، بدون ما يغني السي في تبعه بتجارب او بشهادات او الى اخره؟ يعني اللي اليوم ماهر السيد زعلان لانه بينقال انه انا ما اعطوني فرصه كمدرب بنادي الوحده، بينما اعطوها لرأفت محمد بشكل مباشر. طبعا مع فارق رأفت دوري غير دوري. هلا نحن اول شغله بوجه تحيه للاخ رأفت، اخ وعزيز وغالي، واجى لعنا هون على عمان، ويعني تقربنا كثير من بعض، وكثير بعزه لهالشخص، كثير راقي ومحترم، عمل انجاز للنادي لا انا ولا غيري ولا ماهر ولا اخو ماهر بيقدر ينكروا له الانجاز الكبير اللي عمله اخونا رأفت، وهذا بتنحسب له اليوم لايام. انا بقول شغله واحده، الماهر لاعب كبير، بس مشكلته ماهر عم يتسرع شوي، يعني كيف عم يسبق الزمن. يعني اللي بده يصير مدرب بده يشتغل، والله اشتغلنا بالمليحه، دربت بالمليحه، يعني ما لها كبره، بدك تشتغل هلا، مو انه هو يروح يدرب بالمليحه، يعني عم بحكي عن حالي، بدك اشتغلت بالنضال، اشتغلنا درجه ثانيه، بدك طولة بال وبدك صبر، وبدك انت ماهر سيد مكسب لاي نادي، للأمانة خليني احكي مشان ما اعمل له دعايه، ماهر اسم كبير، ماهر نجم كبير، ماهر كل الانديه، يعني للامانه بنحكيها، ماهر بفيد اي نادي بيشتغل فيه، بس بده يكون بضوابط وبعقليه وبهدوء وبانضباط، والله ماهر سيد مكسب للنادي، هي خليني احكيها، يعني ولو انه انا وماهر، خليني احكي لك، ولو انه انا بعتبره اخي الصغير واخر فتره معنا كلها الان، بس ماهر مكسب بس بضوابط، ماهر بيشتغل بيساعد بيشتغل بالقواعد بيشتغل فشل ما له هذا، يعني بيمشي مع الايام بيمشي، بس هو مباشره بده مشكلته ومن سوء حظه ماهر، هو ما له بنادي صغير، يعني نادي بطولات اسيويه، هو جاي على نادي الوحده، يعني نادي الوحده اكبر، يعني نادي طموحه الدوري، يعني اذا بيطلع، انا هذيك المره قريت لك يعني حكيت انت علقت على شغله ممتازه، انه الفريق اذا ما طلعوا الثاني بينخصم من رواتبهم، شوف هالطموح انه يا اول يا ثاني، يعني اللي كتب هالبند هذا ممتاز والله يعطيه العافيه، وبينسي طموحنا بطولة كأس بطولة. انت يا ماهر طالع جديد وهلا عم تعمل دورات، بدك تطول بالك شوي وتمشي لانك بنادي كبير، هي يعني، وانا قلت لك شغله، انا بتمنى والله ماهر، يعني هلا انا بتمنى اشتغل مع ماهر، طبعا هو مساعدي مو انا مساعده، بالعكس نشتغل انا وياه نكون بكادر واحد، بالعكس ليش لا؟ لا يا ما في اسمه مساعد، المدرب مساعد، هو يكون معي بالكادر ليش لا؟ نستفيد منه، لك يا جماعه والله مر علي مدربين، يعني الوعي خط غير خط، يعني للامانه، يعني الخط الثاني اخذ من حيز من سمعته من تاريخه، من هذا الخط بده يلغيه شوي، كمان للامانه حظه السيء اخوه شوي، اخوه شوي مأثر عليه، اخي اخوه الثاني نجم، وهداك يعني بحكي على طول عليه بالمونه، هداك ما 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 الصحاب، يعني هداك اقل لقب بتسمى عليه الصحاب، يعني هداك ما له حل اخونا حسام، يعني شو رأيك انتقال حسام السيد لتدريب القوة الجوية بالمباراة النهائية؟ انت ما والله سمعنا منك موقف رسمي عن انا بقول شغله واحده، وانا كتبتها وزعلوا مني كل العالم، من في ايام تكتب كلمه حق بزعل، بس ما بعرف انا الواقع، لاني حسام السيد ما بيتوقع معه أو 3 أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر، حسام بيتوقع معه لنهاية موسم كروي، شو هي نصف الدوري 4 أشهر وبيمشي، وين بيمشي؟ أنا دريت إنه العقد هيك حتى انكتب وانحكى، إنه العقد تبعه كان 4 أشهر أو 3 أشهر، ما بعرف شو بيفسخ عقد بعده. هلا هو لو لنهاية الموسم أكيد ما بيمشي. خطوة أنا بعتبرها خاطئة. ويعني وأنا ما بعتقد في واحد، يعني الواحد بيدور دائما على الافضل، بس هو يعني ممكن دور على اللقب الاسيوي ويضاف له لقب، من حقه كمدرب يكون طموح، بس مو على حساب نادي الوحده، يعني لو كانت المباراه ضد غير نادي، يعني انت ايام تتنازل عن اللقب في سبيل النادي اللي رباك واللي انت فيه وانت مشيت فيه، و و و انا بقول شغله واحده، معلش يزعل مني الاستاذ غياث دباس، اتحملوا، ما لو مدرب غيره ما تحملوا،
يعني في مرقت 7 8 مباريات تروح بالتعادل باخر دقائق وباخر كذا، والاستاذ طول باله عليه. يعني الاستاذ غياث لو غير مدرب بجوز ما بيقدر بيمشيه ممكن، او ما بيتحمله. انا كنت بعتقد هالمعامله اللي عامله فيها الاستاذ غياث وهالصبر اللي صبره عليه كان بيستاهل منه انه ما يروح على النادي القوى الجويه، لانه منافس لنادي الوحده. بس يعني هذا رايي الشخصي، او ممكن صح وممكن غلط يعني. بس كابتن، في شيء هلا عروض بالدوري السوري مثل ما عم نسمع؟ عم نسمع انه في قريب انت من احد انديه العاصمه وصار والله شوف لك شغله واحده، كل شيء واضح. يعني من الاسامي اللي انطرحت لنادي الجيش انطرح اسمي يعني، والجماعه طارحين اسمنا انصار نصيب. يعني الا نحن عندنا هون الدوري خلاص، احنا هالسنه الا نحن عندنا راحه للشهر الرابع الخامس. طبعا الواحد كمدرب ما بيقعد الشهر الرابع الخامس، بيقعد يعني الا في هون كمان هون في دوري مجموعات، يعني خساره بشيلوا مدرب بينزل مدرب بدال. يعني بتعرف انت شغله التدريب، بس انه واحد عنده عيله وعنده اهل وعنده هذا يقعد 4 اشهر 5 اشهر بدون شغل، لا. كمان الواحد نحن قد ما شوف، انا خليني احكي عن اخي الكبير نزار يعني، او اي مدرب. انا بقول لا تفكرنا نحن بالغربه كمدربين نقبض بالدولار الحمد لله يعني، وبناخذ فلوس ومرتاحين يعني، الامور هيك كلها. بس الله وكيلك، لا تصدق واحد بيناتنا بيحن للدوري السوري. لا تصدق، هون بيجي اكبر مباراه بيجي عليها، هون بيجي له 200 زلمه يعني. اخي بتشتهي تنسب بالملعب، تشتهي النقد، بتشتهي الغبار، العفار، الفرحه بعد المباراه. لا تفكر اي واحد بيناتنا بيطلع لهنيك ما بيحن لهالامور هي. لا تفكر اي واحد بيناتنا ما بيتمنى انه يرجع. يعني قلت لك في مدربين اجوا لهون راسا رجعوا، ما قدروا. تعودنا نحن، ربينا على جو بيئتنا غير البيئه الخليجيه وغير البيئه يعني المحيط تبعنا. نحن تعودنا، عشنا بين الجماهير، عشنا تحت الجمهور، لعبنا تحت الضغط، دربنا تحت الضغط، هي متعودين عليه. وقت ما في ضغط ما يعني ما في، بس الواحد طالع بده يدور ورا رزقته ورا عائلته. يعني الحمد لله رب العالمين، الواحد اذا ما عمل هيك وسعى يعني بده يعني ورا عائله، لو ما ورا عائله الواحد كشب يدبر حاله يعني. بس بيضل الواحد الله يقدم لك، الله بيسعى. يقدم لك كل الخير. عم حبيب تقول قلبي العالم انه ممكن نشوفك قريبا بنادي الوحده. هلا انت اكيد اذا انطلب منك ما راح انا تنصح. شوف لك، والله شوف لك. هلا انا اول شيء كتبت بوست وبتشكر كل من يعني اللي عم يدعيني اني ارجع للنادي. والله ما بدي دعوه للنادي، والله العظيم الواحد بيرجع على النادي. هلا مدرب اشبال منيح، مدرب ناشئين منيح، لك نحن هذا نادي. شو بدي ادور على الشهره مشان شو يجيني عقد؟ خلص صار لي 10 سنين متغرب وعملت عقود، مشان شو يجيني جمهور؟ يعني اني اركض على الفريق الاول مثلا يعني، او اني طاحن او زعل فلان مني لاستلم الفريق الاول مشان يجيني مصاري؟ من فضل رب العالمين يعني، الحمد لله مستوره معنا. شان شو؟ ما بدها لا دعوه ولا شيء. وقت نحن بنحاز يعني، وقت النادي بحاجه انه هو بيطلبك، مو انت بتطلبه للنادي، انت تربيت فيه. نحن الكابتن احمد شعار اخ وعزيز وبنحترمه وبنقدره، وانا اول واحد باركت له وكتبت له بوست، ويعني كلياتنا معه، حتى الكابتن رأفت يعني. ما لنا نحن لناخذ محل فلان. انا ما بقدر اجي اخذ محل واحد لاقطع برزقه مشان اخذ رزق. يا كابتن لك مشان الله، قلت لك برجع على هذا، خلي تفكيرنا يكون دائما شوي واعي. ممكن كنا هالافكار وقت كنا صغار يعني، او كان عمرنا بالعشرينات ثلاثينات، ممكن عندنا الولدنات، بس والله ما عندنا. والله خلينا نكون مثل هالانديه، نكون كلياتنا نحب بعضنا، ونقول كلياتنا ايدنا على بعضنا، نتساءل يعني. انا وقت عساه بيكتب على الكابتن طريف ما ياخذها الكابتن طريف، اني انا ضده ونقده. انا طب انت بتكون ضد شخص وقت انت بينك وبينه حساسيه وفي مشاكل وفي وفي وفي. انا والكابتن طريف عامل لك سلام بس، مرحبا بس، ما في شيء لحتى نقده، لحتى يعني اذا بدك تاخذها بسوء نيه، انا اخذها بحسن نيه. لسه ما كتبنا البوست بدنا نفضحه بشغله العين وبشغله نينا. الله اكبر الله اكبر. ليه يا كابتن؟ لاقول لك شغله، انت اليوم لاقول لك انا كيف بيفكر المعسكر الاخر او اي شخص عم نحكي عنه. انت اليوم الفريق ربحان 5 مباريات متتاليه، تعرض لاول تعادل مع نادي الاتحاد، مباشره نزل بوست انه عن الاستشاري وعن المفروض كيف لازم تكون الامور تدار. فبيقولوا وين عساف خليفه بال5 مباريات اللي ربحناهم؟ ليش ما كتب عساف ولا نقطه ايجابيه؟ ليش ناطرنا لنتعادل لكتب البوست؟ انا ما عم بحكي هذا الحكي منه، انا عم تمام حالي تمام مثلا تمام هيك يقال. انا تمام بنتبه على المشجعين، هن بينتبهوا على المدربين وقدام اللاعبين. انا بنتبه على تمام المشجعين، انت بيكتب مدح
وانت بيكتب مثلا نقد للفريق. هن ممكن في تمام ناس اكيد تنتبه اليوم على الساد خليفه شو عم بيقول، لؤي طالب شو عم بيقول مثلا، هالاسماء التاريخيه. تمام تمام قلت لك اخي دكتور، انا والله نحن وقت ممكن قلت لك يا ممكن جزئيه مثل مو مقنعه، ممكن مو مقنعه، يعني وقت نحن عم يربح الفريق، طب انت في كل اصدقائي من نادي الوحده بالصفحات تبعهم ممكن تسال اي واحد هلا عم يتابعنا، بارك له وقت بيفوز الفريق، مثلا هو بينزل بوست، بس ما بنزل بوست الي خاص مباركه، بس بنزل بمبروك، بكتب لك ان شاء الله الف مبروك لنادينا الحبيب، تكتب نكتب، هي عم بحكي عن حالي. بعدين قلت لك ممكن الجزئية اللي ممكن مو مقنعة، نحن طمعانين استاذ غياث. طب هلا انا بقول شغلة واحدة، انا لفتتني نظرة هي فكرة انه الغيابات اثرت علينا بلعبة الاخيرة تمام مع الطليعة، انا بقول ضد هالمبدأ كلياته. لا لك ليش؟ لان احنا وين سياسة التدوير اللاعبين اللي كنا على اساس حسام السيد وغير حسام السيد، سياسة التدوير شو بيلعب دوري وشو، يعني شو سياسة التدوير؟ انه عندك انت 24 لاعب 25 لاعب نفس المستوى، صح؟ صح صح ولا لا؟ ليش الاستاذ غياث عم يدفع الملايين ومميز عن كل الاندية بالدفع مشان نقول نحن عيب علينا؟ يعني ما بتزبط، ما بتنطبق علينا، ما بتنطبق علينا ان نقول الكابتن. بتقلي انا بقول لك شغله واحده، والله الكابتن باسل الله يعطيه نجم كبير، والكابتن شعيب شو بدي اقول لك، كله نجوم، بس انا بقول شغله واحده، عندنا البدلاء لا يقلوا عن، انا بتقلي اسامه بيغيب بياثر على الفريق، انا ببصم لك بالعشره، بس لا تقنعني لا تقنعني لا تقنعني انه نحن يغيب اربعه، مع ان نحن اربعه، ليش الاربعه البدلاء نحن تبعنا، مو باي نادي بيلعبوا، اي نادي بيتمناهم، اي نادي بيلعبوا فيه اساسي، اي نادي يعني نحن اذا بنحكي على حالنا نحن عندنا اربع غابوا، إيه معناته الوسبه اذا بيغيب لاعب عندهم والله بيتبهدلوا، اذا عندهم نجم بيغيب بياثر عليهم، بس كان الطبيعه غايب عندهم. اليوم في ظروف تفضل. المباريات، اليوم البديل، يمكن البديل نحن ما عندنا شك انه الاسعد بديل ممتاز وسمير بلال بديل ممتاز ورجاء الكل رامي، الكل الكل موجودين، تمام، الكل عم بيشمل لكن الكل. اللاعب ما كان بيومه، ما كان بمستواه. هل يعني بيجي السؤال اللي بيطرح نفسه، بقول ليش اشتريناه مثلا؟ طب اليوم ما كان موفق لا اللاعب، لا او بقول ليش المدرب تمام نزله، او وين سياسة التدوير؟ يعني هلا انت امبارح كان ممكن ينزل لاعب غير هدول الثلاثة اللي شفناهم، غير سمير بلال وغير الأسعد وغير رجا رافع، انت لو مدرب هلا، كان بس بدي تنزل لاعب بدي بداله؟ اسالك سؤال، نحن الفريق وقت عم يسافر 18 لاعب مظبوط، صحيح، الباقي اللي ما عم يسافروا كم واحد؟ اكمالة القائمة ال 25 يعني ال تقريبا 7 8. لك يا اخي تمام يا دكتور والله انا يعني ما بحب نقص من قيمة اي شخص، كان متوفق ما كان متوفق، انا نزلت بوست عن اللاعبين الشباب انه انتم عم تلعبوا، مو لانه انتم في غيابات، ما انا بدي اخفف عليهم الضغط تمام مشان ما لا ينزلوا، لا وما لا مشان ما يعتبروا انه هن يعني في عين مراقبة، مشان ياخذوا راحتهم بالملعب، قصدي هذا البوست، البعض فسره. كان ممكن ينزل رجا رافع اساسي مكان الشلحة، لو المسألة مسألة تعويض غياب فقط، يعني لو ما في ثقة بالشلحة. تمام هذا اللي عم بحكيه، يعني انه ليش انا حبيت اخي دكتور، انا بقول عندنا لعيبه بالنادي هلا الشباب في مباريات للامانه المفروض يندفشوا، يعني انا هي بوجهها، اذا ما بدنا نقول للكابتن احمد الاخ طريف، يعني الأخ نحن طريف بنقول كتب، شغله الأخ طريف كتب هلا الكابتن عساف بحق له يحكي الشيء اللي بده إياه هلا بقول لك بطول الاخ طريف، التعليقات. والله ما في شيء بيني وبينه، والله العظيم هي عم بحكيها علنا، ولك قلت لك ما في، يعني ما صار في تاتش بيني وبينه بحياتي، او يعني حكيت عليه او حق، ما في ابدا، ما صار شيء ابدا بيناتنا، طب اللي انا سؤالك هلا، بتمناه مين قال لك انا بتمناه هو اللي انا اللي بتمناه من الاخ طريف، انا اخي من اخ لاخوه، منيح من اخ لاخوه، رساله من اخ لاخوه، انت الك ايد بالنجاح الفريق بهال5 سنين، منيح بهال5 سنين او بهال5 مدربين اللي مرقوا على النادي، من ايام الكابتن مهند لحق الكابتن حسام للكابتن رأفت، لك ايه، لك ما بصير تتخبى، ما بصير تكون مواضح، ما بصير ما تحب الظهور يا كابتن، الله يخلي لي اياك، نحن انت وقت بتطلع وبتظهر بتكبر وبتكبرنا معك، نحن بنتباهى، نحن ما نحن يعني هلا اترك الكابتن عساف، نحن بنتباهى وقت عندنا واحد عم يساهم، ليش لا ما نقول انه له ايد فيها، ليش؟
وانت ما بتظهر لك بتخلي عساف وغير عساف وقت الخساره والله بيقول لك انا ما دخلني، او نحن بنفكر هو بيقول ما دخلني، هو ما بيقول ما دخلني، بس انا كنت ما عم تظهر لان الحمله كلياتها عم تروح على المدرب يا دكتور. صح. نحن الاخ طريق اليوم قد ما حكيت انا يعني اهميه دور الكابتن طريف، ما فيني انا اليوم انا اترك اليوم تبديل شفته ما عجبني، ما فيني اقول انه هذا التبديل، هيك نفهم البوست تبعك، انا عم بحكي عن حالي، انه هذا التبديل ما تشوف المدرب مسؤول عنه، هذا التبديل مسؤوليه مثلا مساعدين ان كان وليد الشريف او لا طريف حجر. لا 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 اليوم دكتور، لا يعطوا اليوم لا يعني انا اليوم لا ما عمل لك. اقتنع انا للمستشفى بس ما الاصل ضلت الاصل مهتم انا شو بده يحكي شو بده يقول. دكتور، انا الاصل تبعي دكتور، انا الاصل تبعي اي تبديل، اي تبديل بده يكون المستشار له راي فيه، الله وكيلك له راي فيه. يعني المفروض يجي الكابتن وليد يكون اخذ الفكره من وما الكابتن سمعت طريق شو عمل فرق ويروح لعند المدربين، مو على كيفه، مو على كيفه كابتن. لا لا اسمعني والله، خذني بعد، ما رضي هو يكون، بس بدي اسالك، وقعنا العقد مو مع الكابتن، مع احمد شعار، مع الكابتن عساف خليفه، وجود معه الكابتن طريف هو مستشار، عم بيقول لك انا الان، رضي ولا عم بيقول لك انا الان محلل فني يعني ما انا مستشار مدرب. هل هو محلل فني بالفريق؟ طبعا ليك وكاتب انا الان محلل فني. يعني مو مستشار انا. طب لا لا انا عم بحكي، لا خليني عم مستشار بعدين برجع المدير هو الفني. يعني هلا انا انت هذا محلل فني. كتبت البوست كابتن، كتبته انه موجه للمستشاريين او للاستشاريين بمعنى. تمام، هو اللي عم بدي بيقول اقول لك لك انا اياه مستشار، انا محلل فني، شو اللي دخل بالتبديل وشو اللي دخل بالتشكيله؟ دقيقة بس اسألك شغلة واحدة يا كابتن، بس بقى انا واتوقع الكابتن احمد شعار مع ادارة نادي الوحدة مكتوب معه انه الكابتن طريف استشار او محلل فني، مكتوب ولا لا؟ هو انت رضيان ولا لا؟ هلا بتركه، انه كاتبه. بتركه له يجاوب، بتركه، انا بتمنى هو يجاوب. هلا هو رح يجاوبك، بده اكيد، يعني انا شيء طبيعي بده يكون احمد، الكابتن احمد عرفان مين معه كاتب، بما انك انت رضيت بالكابتن طريف يكون معك بدك تسمعه، ما بصير ما تسمعه، يعني ما خلينا، يعني ما بنقول غصب عنه، من واجبك انك تسمعه لانك رضيت فيه، ما رضيت فيه بتقول بالاول ما برضى وانا باخذ قرار من راسي، بس طب يعني انك انت ترضى فيه. هلا كابتن، هلا كل مدربين العالم بيستمعوا لمستشارينهم 100%. طبعا طب انا حتى عم اقول لك بيعملوا السيناريو قبل، اذا لا ما لك شغله واحده الدكتور، حتى بيعملوا سيناريو، قلت لك يا سيناريو للمباراه، نحن في حال تعادلنا الشوط الاول شو بيعمل المستشار، والمستشار يقرب كثير وكذا، السيناريو كله واضح قبل المباراه، لا ما فيك يعني مو تدريب يعني اليوم انا على قدي بفهم بعالم التدريب، لا لا تفضل. ما فيك اليوم تحط سيناريو انه اذا خسرنا 1-0 رح نعمل هيك، اذا كنا متقدمين بالنتيجه رح نعمل هيك. اليوم كل 10 دقائق، كل 10 دقائق بتطلع لك فكره جديده، بتطلع لك ايش عم تلعب سلة دكتور؟ ايش عم تلعب سلة دكتور؟ اخي انا ما حقول لك دكتور، انا بقول لك بين الشوطين، منيح خليني بالشوط الاول، خلينا نقسم سينا يا دكتور، اذا بنقعد، يعني انا اشتغلت انا والكابتن وليد الشريف وتدربنا بنادي الوحده، حي الكابتن، حي وزخ الكابتن وليد. انا وليد اذا الشوط الاول انتهى هيك نعمل هيك، نعمل ليش؟ مشان ما نتلبك ونوجه اللعب بيلبق له لطريق في الكابتن طريف، ما بيلبق له محلل فني، واذا جاوب محلل فني ما بيقعد. جاوب إيه جاوب انا هيك جاوبتك يا إيه نحكي انا عم اقول لك، ما بيلبق له محلل فني، ما بتلبق له، بس هو وهي اصرار هي الصيغه. زي بس لك محلل فني، زي لك محلل فني بيطلع على التلفزيون يحلل، محلل فني بالفريق الكابتن بحاجه له والفريق بحاجه له. انا اخي اتركني من الكابتن طريف، انا بقول الاستاذ غياث لو مو شايفه عنده هالقدره ما بيعطيش اصلا، هي كلمه محلل فني ما حدا بيتقبلها يا اخي، هلا يمكن صرحتي شوي مزعجه، معلش. لا لا انا بقول محلل فني، انا بقول الاخ طريف قوت، طريف رجب، طريف قوت ايش اخذها، طريف رجب هو عباره عن مستشار فاد النادي بمرحله من المراحل، النادي السابقه مع اي مدرب وفي انجازات للزلمه هذا. شو هلا اخ، هلا بهالموسم صار محلل فني؟ معلل فني يطلع يحلل بدل جورج كوبي، لا يقعد بالملعب، ليش قاعد تحت؟ يعني شو فائدة المحلل؟ انت بس بدي اسالك، بحياتك شفت محلل فني بيقعد على السكور؟ شو المحلل الفني على السكور؟ ومنين هي طلعت جديده؟ نحن بنادينا في مسميات كثيره، بس انه هي محلل فني على السكور، ونحن كلياتنا مقتنعين انه الكابتن لا يقلل من عمله، خليني اقول له يا عليك، واذا عم يسمعني، انت عم تبذل جهد كبير وعم تقدم اللي عم تقدمه للفريق،
ايه محلل بهالموسم فني يا قبل كابتن. لك ايه بهالموسم صار محلل فني؟ طب هل القرار للمدرب؟ المدرب هو المسؤول الاول والاخير؟ نعم طب هلا نحن صرنا نعرف شيء، ونحن هلا عم نعتذر من الكابتن طريف، وبكره بينزل بوست صباحي انه نحن اسانا للكابتن طريف وبعتذر منه علنا، وهو الزلمه ما له علاقه، هو صاحب القرار الاول والاخير. تمام، منيح؟ مو بس هيك، نحن كابتن، انا كجمهور شو بدي بالنهايه؟ انا شو بيعني لي كمشجع النادي لا الوحده؟ لا انا كمان بدي اوضح لك الصوره مشان انا ما يصير ولا لا لا تمام، ما اي واحد. تمام، بس نحن عم نشتغل على موضوع انه نحن بدنا يكون العمل جماعي، ما بدنا ينقال فلان هو صاحب الفضل والانجاز وفلان مهمش ما له اي وجود. يعني يكون العمل اخي مسؤولية الكادر ككل الفوز ومسؤولية الكادر ككل في حال الخسارة ليضل الروح طب نحن واحدة. بس بدي اسالك يا دكتور، يا دكتور هلا انت يا دكتور، يا دكتور يعني انت يعني كثير مثاليين صرنا بهالقصه. نحن ما بنقول جمهور النادي الوحده من وقت كنا لعيبه وقبلنا له فضل على النادي هو اللي عم يربحنا؟ الجمهور طبعا ايه هلا الجمهور كله بنقول هو عم يربحنا، كمان نخفيه للجمهور، ما نوضحه، ما نظهره للجمهور. وجبتوا لهاللعيبه عم يربحنا، عمل الاداره وتسهيل الامور عم تربحنا، المواقع اللي عم تدعم الفريق عم تربحنا، الموجودين الكادر عم يربحنا، الا طريف بدنا نحن نهمشه ونقول انه هو ما بيحب الظهور. نحن ما لا خليها تكون هيك شوي، لا مو انت عم تقول، لا يعني انا عم بقول، انا عم نحن انه نحن ما بدنا نظهره، نحن بدنا نظهره نحن بدنا نظهر اي انسان ونعطيه حقه، ونعطيه قدر الجهد اللي عم يبذله بهالفريق، والله ما عم نسيء له، بس عم نحكي قال لك بالعكس نحن بنفتخر فيك وانت كنت من اهم اللاعبين لانه بالنسبة لي. بيعرف ما في شيء بقلبي تجاهه، والله ما في شيء لا هو ولا غيره، والله العظيم كبار نحن اخي دكتور، هو وغيره، نحن هالامور الصغيره والله ما بنطلع عليها، والله ما هدفنا، والله العظيم والله العظيم لهلا بيكتبوا عساف خليفه لاعب مدرب النادي الوحده، مدرب نادي الوحده، ابن نادي الوحده، لكن نحن الله يخلي لي اياه وهو بيعرف هالشيء، هو اكثر واحد بيعرفه الكابتن طريق. يا عيني عليك كابتن، ليش انت لما اليوم انت عساف خليفه كلمتك اذا بتكتب بوست كلمتين على الفيسبوك قادر انه يعمل شعبيه ويعمل جماهيريه، لهيك الكلمه كان محسوبه على الانسان، ليش ما بتتصل الكابتن طريق عفوا ما سمعت الجزء الأخير دكتور، قطش الصوت. ملاحظة إذا في ملاحظة، وأنت أنا مثلا أنا هلا عندي حب لفريق الوحدة أو أنا شايف نقطة معينة ملاحظة إلي على أداء الفريق أو على أي موضوع إن كان، أنا ببعته بشكل مباشر للشخص اللي بحسه راح يكون مثلا لغياث دباس، ببعت له ملاحظة للأستاذ غياث إنه شو رأيك أو هيك سمعنا أو هيك الخبرية، ما في داعي لأنا أكتب على الفيسبوك وأعمل يعني هيك، أنا عم بحكي عن بشكل شخصي انه ما في داعي لنعمل مظاهرة على الفيسبوك ولا في داعي لنقلب الرأي العام على ناس على حساب ناس، فإذا أنت كمحب لنادي الوحدة ليش ما بتتواصل بشكل مباشر معهم تعطي ملاحظاتك تعطي نصيحة تعطي رأيك شو ما كان؟ مع مين بدي اتواصل؟ طب بس بدي اسالك، مع مين بدي اتواصل؟ اذا عم يقول لك اخونا إيه اخونا حسان، والله هذا حسان كمان، اذا عم يقول لك اكس بالاداره، اذا مع مين بدي اتواصل؟ تعرف انا بتواصل من مع نادي الوحده، بكل نادي الوحده مع مين؟ والله العظيم بحكي مع الكابتن فجر ابراهيم، وبحكي مع الكابتن برهان الحسين، وبحكي مع ابو غسان ايمن الطيار رئيس الرابطه، اللي كان اللي هذا بعتبره اكثر من اخ، وهذا اللي كسبته من يعني للامانه من الرياضه، هذا اكثر من اخ وعزيز وغالي ودائما يوقف معي بكل الاحوال، ابو محمود برضو، جماعه سوء الهال يعني المعروفين هذول، هذول والباقي بتواصل معهم، والله ما بنتواصل مع بعض، هلا في غلط مني ممكن، طب انا بدي يعني شلون بدي اتواصل معهم؟ والله ما بعرف، كلهم يعني هلا ظالمينك خليني اكون كلهم ظالمينك مو ظالم، ما عامل لك ظلم، عامل لك ما عم بتواصل، مو ما عم بظلمه، ما عم بتواصل معهم، في فرق بين ظلم وما، في لا اذا في مشاكل ظلم باخذ حق. ولا بس مجرد برود يعني نعم
في مشاكل بينك وبين هاي الأشخاص ولا مجرد برود؟ يعني ما في سكة لا لكل واحد؟ هي قلت لك، هلا قلت لك انا وقت بنزل انا على الشام يعني بتكون نازل بروح على المباراه، بكون في مباراه للنادي بروح الاسبوع اللي بنزله، بيكون في مباراه بروح بحضر المباراه للنادي، ما بشوفهم، بيكون هن ملتهين بالمباراه بالتحضير للمباراه، بعمل حالي وبمشي. هلا في تقصير مني وفي يمكن تقصير منهم كمان، بس ما دام النيه ما في سوء ولا حدا. انا كتبت مرة لا وقت بيقتنعوا لا بدنا ناخذ محل حدا ولا لنا ضد حدا ولا نحن من عصابة فلان ولا تعودنا نكون مع فلان ضد فلان ابدا. وقت بيقتنعوا بهالفكرة، مرقت على النادي جماعات، خلينا نحكي والله العظيم جماعة فلان لهلا صدق. بعد جماعات اه موجودة، يعني هاي تراث في الكلور بالنادي، ما طبعا انت مرقت عليك شيء مرقت للأمانة، انا ما بزعل، مرقت علي مرقت علي جماعة. بركي هلا عم تأسس لجماعة جديدة كابتن. والله. إذا بدي أسس الجماعة بدي أحطك أنت رئيس الجمعية. والله إلي الشرف كابتن. لا الله يطول عمرك، والله لا بالعكس أبدا، والله ما عندنا لا هي جماعة، بدي أعمل جماعة بده يكون عنده إمكانات دكتور، لأن إحنا يا حسرتي على باب الله تركنا، خلينا عنا بدها شغل، بدها شغل، هي بدها تعب أقول لك هي. كابتن، والله عم تظلمني. الاكس مو مني، الاكس بحسب الواقع بالنادي. يعني مثل ما حكيت لك انا قبل شوي، الاكس ممكن بخلافك مع احمد قطرش اللي بدك ترجع تحكي لنا القصه انه راحت البث القديم لتقول لهم للعالم اللي عم بيحضرونا هلا شو خلافك مع احمد قطرش، شو خلافك مع الاستاذ مع استاذ غياث دباش. حكيت على هاشمي، ما حكيت على مين؟ الاخ عمرو الهاشمي كمان، ما حكيت لنا، ذكرت اسمه انه انا ضايق. بدأ طب قلت لك الكابتن احمد قطرش اخذ علي مأخذ شغله واحده، اني انا كتبت بوست بالنت اني انا ضده بالانتخابات، او انا ما بدي اياه، او هو ما حيرشح حاله لانه بنادي الوحده. وانا وقت كتبت جمعني فيه الصباح قدام الاستاذ بلال كوران والاخ بسام صباغ والاخ هيثم شريف، اجتمعنا نحن ثلاثه بالنادي على باب النادي، حامل هو جريده الموقف الرياضي، قال لي قريت المقابله تبعي؟ قلت له قريتها. قال لي شو رايك؟ قلت له قريت بدك تستقيل؟ قال لي والله هالمره بدي استقيل. قلت له لا ما في، انت بالعاده بتحكي كثير بس بنضغط عليك بتغير رايك، تعودنا عليه يعني، هو بينضغط الله عليه، هو مشاغله بجوز كثيره بينضغط عليه بيرجع عن الاستقاله. قال لي لا انت ولا الله؟ قلت له لا الله سبحانه وتعالى. قال لي وحياة الله بدي استقيل. متى انا جاوبته؟ قلت له انت ولا الله؟ قال لي الله. قلت له لا ما حتستقيل وما حترشح حالك. قال لي اخذ القرار. انا هي اللي القصه اللي بيني وبين الاستاذ احمد، وقلت لك اياها، انا الاستاذ احمد بالانتخابات، لكن بعت وراي يا جماعه، قلت لك والله بعت وراي، انه انت بلبنان تبع نجيب لك سياره بتجي على الانتخابات اخي، بس اللي بيحبوك ما بدنا اياه للاستاذ احمد، والله ما نزلت يعني. واللي حكاني، لان اذا بدي احكي اسمه في ازعاج له كثير يعني، ما بدنا هذا الوحيد اللي لا ما ما بدنا نحكي هذا، ما بدنا نحكي هذا، مع اني انا ما بحب الا اذكر الاسم لانه واقع، لان اذا بدي، لان ما لك تخيل انا واقف عم اقول له للمشجع لا تنتخبوا للاستاذ، لكن الاستاذ احمد قطرش اللي زعلوه بيت السيد حسام وماهر وبالانتخابات قول لهم هن رايهم انه ما يصلح مثلا للانتخابات، لكن تصالحوا وعملوا اتفاق وعملوا قعده، سبحان الله يعني، مع انها جريمه هاي بيروح فيها الواحد جنحه من 6 شهور لسنه، تصالحوا. نحن كتبنا بوست صرنا هلا يمكن انا والاستاذ 12 13 سنه اذا مو اكثر كمان، من وراء البوست يمكن، والله ما بعرف. هذا هو، هذا خلافنا مع الاستاذ احمد. شو خلافنا؟ تمام. شو عم بيقول حسان قصة الفريق والبيع وأسماء اللاعبين اللي باعوا كابتن، شو هاي القصة؟ ايه تمام. هلا كابتن هي نحن لك شغله واحده، في ايام انا ليش يعني، وقت بدك تحكي يا بدك تحكي وقائع يا سكوت، احكي يا بدك تحكي شيء خذ راحتك. ايه لا وقت بتحكي الاسامي بتريح حالك، لانك انت ما حدا بيقدر ينكر لأن في واقع. هي اللعبه، هو اللي عم يسال هالسؤال استاذ حسان بيعرف، لانه هو كان له ايد بلعبه الحريه بحلب، كمان كان حسان معنا كمان الويد يعني، مو بشو؟ اول مره اذا عم يسمعني الاستاذ حسان له، هي مو اول مره يعني، لا يعمل قصه جبله انه ما بيعرفها، بيعرف لعبه جبله وبيعرف لعبه الحريه كمان.
اللي اعطيناهم اياها مشان جاب هي لا تعتبر فضائح او شغلات. هذا وقائع، نحن عم نحكي بوقائع صارت. نحن عم نقول ما بنعرف واسامي وما لا بنعرف. استاذ حسان بيعرف، استاذ حسان بيعرف مين، وبيعرف لانه الاداره كانت بتعرف مين، والاداره بتعرف لمين بدهم ياخذوا المصاري. كل شيء كانت بتعرف الاداره، كان الاتفاق بين الاداره واللاعبين، وحسان من الناس المقربين وكان بيعرف كل شيء شو عم اكثر من يلعب؟ هيك. له ايد بشو؟ له ايد بلعبه الحريه؟ ما انا بقول شو له ايد بلعبه الحريه؟ عم بيقول لك انت عم ما بتشوف له ايد، بيعرف 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 كل شيء، بيعرف يعني بيعرف بيعرف انه نحن له ايد بتروحوا للزمن. لك هلا نحن انا كان لي ايد. هلا نحن وقت بنقول بيعرف يعني انه بيعرف انه هيك رح يعني كان انه شايف لانه كان لانه كان معنا هو ياكل ويشرب وينام معنا. حسان نام على تختنا، حسان كان اقرب الناس انه بيعرف شو بنعمل. لان لهيك عم اقول بيعرف مو بس لعبه جبل، بيعرف غير لعبه كمان. اخونا حسان يعني هلا ما عم ذمه، هي فكرني عم ذمه لحسان، بس انه عم بيقول لك نزل اسماء وحذرك وقتها، نزل تمام كابتن وانا نزل اسماء وحذرتك، هيك عم بيقول. وقال لي قال لي ما عاد تربح. مزبوط، وانا قلت لك اياها وحذرني. طب هو شو بيعرفه انه كان انه ما عاد نربح؟ انا هذا السؤال يا ريت تسال لي اياه. ممكن يقول لي شلون عرف انه ما عاد نربح؟ حسان شو عرفك بهذيك المرحلة لما قلت له الكابتن عساف انه بعد مباراة جبت اللي خسرناها 3-0 قلت له انه ما عاد نربح؟ او قلت له للكابتن عساف بشكل شخصي انه انت ما عاد تربح، ما عاد تشوف الفوز مع الفريق، شو كان عندك معطيات؟ طب كابتن ما كان في ابناء نادي مثلا؟ نحن اليوم بمباراتنا مع 9 لما خسرنا في ناس قبضوا او وزعوا المصاري بيناتهم وروحوا مباراة جبلة، ما كان في عنا ولا واحد من أبناء النادي من الغيورين اللي ما بيقبلوا بهيك واقعة، بهيك قصة تصير؟ ما هو عضو مجلس إدارة اللي وزع لهم إياها. ما هو عضو مجلس إدارة اللي وزع لهم إياها. وهن بيحبوا بعض كانوا يعني يوميتها، يعني كان في ممكن مجموعة. يعني هلا هذا ماضي وانتهى، هلا نحن ما بدنا الجواب نحكي فيه. كابتن، تعيد الجواب لأنه راح الصوت نهائيا. على انو السؤال انه شو سؤال لعبة انه ما قلت لك ايه، انه ما كان في ابناء النادي بالفريق لا كلاعبين مثلا، انه ليش لا يقبلوا بهذا الموضوع؟ ليش لا تركوا نبيل الشحمة ومازن زيتون وغيرهم ليشتغلوا بهاي القصة؟ ما نبيل الشحمة كان بيلعب بجبلة. ايه مازن زيتون ما كان عم يلعب بنادي الوحدة، كان مازن زيتون بالمحافظة، يعني ما كان معنا يعني مازن زيتون. بس بيعرفوا علاقتي القوية أنا، لأن أخي مازن زيتون يعتبر مثل أخي الصغير. بقى الكابتن نبيل الشحمة بيعرف إنه مازن زيتون صديقي، ويعني هلا بعدين جاب لي لهم أفضال علينا يعني كذا مرة ساعدونا على نكون واقعيين. بس أنت المفروض كنت نحط بالصورة، ما إنه بعد اللعبة تدرى أو تدرى من العالم إنه هيك. هلا شيء مضى وراح في ونحن حدا فشينا قلبنا. في وقتها متورط بهذا الموضوع؟ نعم، في حدا من إدارة الوحدة كان متورط بهذا الموضوع؟ ما هو اللي وزع لهم المصاري، العضو مجلس الإدارة هو اللي وزع لهم المصاري تمام. وتعاقب عليها بعدين. فعم بيقول لك كان الحسيني عم بيقول لك حدا من الإدارة كان عم بيشتغل فيك لهيك قال لك إنه ما عاد تربح. تمام، صح. وما هو نفسه اللي وزع المصاري للاعبين بالتساوي، العادل اللي مصيبته عادل. لا بس في كان تفاوت حسب اللاعب، بس انا اللي فهمته من الاسامي هنا 7 اللي قبضوا، يعني اللي 7 للامانه يعني، وخليني اكون صادق 100%. وحسان بعدين قعدنا انا وياه وحكينا بالاسامي، ولا واحد من ابناء النادي. تمام ممتاز. انت وقتها لو واجهتهم كان ممكن تروح مسيرة الفريق نحو الهاوية، ممكن ينزل على الدرجة الثانية. مو واجهته انا، لو انا لو الاستاذ فراس كتبت بالتقرير تبعي اللي صار بيهبط الفريق. بس انها لا، نحن لا خلينا هلا بالدرجه الاولى، وكنا ماشي الفريق يعني إنه نفسه، وحطيناها انه نحن السبب الخساره، ومشيت يعني مشيت الامور. بس بعدها بعد صرنا نخسر واحده ورا واحده، يعني
شوي. هي عم بحكي انا عن تجربتي بنادي الوحده، عم اقول لك انا اللي خلاني احكي الموضوع انه تجربتي بنادي الوحده يعني بهديك الفتره خلتني اخسر كثير ناس مقربين الي وكثير كنت بعزهم. هلا اذا انطرح اسم عساف خليفه مثلا كمدرب مره ثانيه بنادي الوحده، ما بتخاف شبح هاي المشاكل اللي كان معك بفتره من الفترات يطاردك حاليا بالتجربه القادمه، ان كان من حيث النتائج او من حيث اللغط اللي عم بيصير؟ هلا الامور صارت هلا اخي دكتور بتختلف عن الاول كثير، يعني هلا بتختلف الامور، هلا في ضوابط في قيود، هلا بعدين لعيبه مو بحاجه، يعني هلا لعيبه ما عاد صفت بحاجه مثل الاول، هلا الواحد كان بالاول ممكن يعني اذا بقول لك احدهم قبض 40 ألف، 40 ألف بهذاك الوقت يعني، هلا اذا بتقول له 400 ما بيرضى، مبلغ كبير، لهيك هي موضوع هلا مفروغ منه، يعني ما في ضوابط يعني. وبعتقد النادي بهالموضوع الاستاذ غياث يعني كامش الامور يعني بهالموضوع هذا، ما بعتقد في بيع او شراء، او ما بصير هالقصه هي، لا بس نهائي، اني ما عم نحكي عن البيع والشراء، نحن عم نحكي ككابتن عساف خليفه مدرب قادم لنادي الوحده مثلا بعد سنه او هذا الموسم او بعد 10 سنين، ما بتخاف تجربتك السابقه من حيث النتائج؟ ما بدي من حيث اللغط اللي صار، بس من حيث النتائج، انه كابتن عساف لما كان موجود خسرنا 4 5 مباريات، فما في داعي نكرر. اخي الدكتور انا بجوز مو السنه القادمه ولا اللي بعدها، بجوز بعد 5 سنين او 10 سنين ممكن نرجع النادي. عقليتي شوي بتختلف عن العقليه اللي هلا سائده بالنادي، يعني انا مثلا يعني شو بدي لك، عندي شغلات ما بتتلائم، او العقليه ما بتتلائم مع الموجوده هلا بالنادي، يعني في صعوبه. يعني انا هلا بتقلي تعال بكره على النادي، انا بكره بجي بمشي 10 لعيبه، بمشي 7 8 لعيبه، اللي بشوفه ما لي شغل. وانا عملتها قبل هالمره، يعني اللي ما له شغل انا اللي مدفوعه او مصاري، ما له شغل ما له شغل عندي. النادي الاستاذ غياث ملتزم ادبيا اخلاقيا، ملتزم معهم ماديا، ما بيقدر يعني يمشيهم، او في التفاف بيناتهم، انا هي ما بتزبط بجوز السياسه معه. انت فانا ممكن اطرح اسم، حاليا في 10 اسماء لازم يتمشوا من يعني لا لا انا برايتي 7 لاعبين، انا بعتقد 7، ما خليني ما بدي يعني انا كيف اخي دكتور، انا باخذ جدول عن الدقائق اللي لعبوها او المده اللي لعبوها بالفتره السابقه كلها، وعلى طول بقرر له شغل ولا ما له شغل هذا اللاعب. هلا بتقول لي مدرب لعبه، مدرب ظلمه وما لعبه، ظلمه يعني هذا شيء ثاني بيرجع للمدرب، بس يعني العقليه شوي صعب. يعني انا ما بقول لك شغله واحده مشان ما امشي مثل هالسوق اللي السوق اللي ماشي هلا، اولاد النادي وما اولاد النادي. قلت لك انا وقت رجعت خراط، وما كانت التشكيله تبعنا 3 ارباع كانت من اولاد النادي وقت رجعت على الفريق. نقدر اليوم، نحن بنقدر اليوم بظل منافساتنا الآسيوية، بظل انك انت مطالب لا لا ما عاد لا لا بدك لازم يكون عندك، كله عم بيقول بدنا اولاد النادي اولاد النادي، بنقدر اليوم نعمل فريق اولاد نادي اولاد النادي بالآسيا وبالدول دكتور، لا دكتور عقلية اولاد النادي بدها 2 3 صبر. طب ما اذا كان نحن عنا احنا ببداية الأزمة نأسس لهي المرحلة؟ تمام، هذا اللي انا عم اقوله. انا عم اقول لك هلا انك انت اولاد النادي، اي واحد بيحكي بكلمة اولاد النادي بده صبر 2 3، لانك انت بدك تطلع جيل كامل. انك تقول لي اولاد النادي تزجهم، هلا فريقنا صار بطولات، وفريقنا صار له اسم عربي واسيوي وبطوله دوري وبطوله كاس، وتقول لي بزج صغار وما صغار، بنزج بكل مباراه حسب قوتها وحسب مجرياتها باللعب، لاعب لاعبين ممكن 3 من احد اقصى، بس تقول لي هلا 5 و6 و7 وهذا بدك تصبر. انت المشكله مو بالنادي، انا برايي المشكله بانك تقنع الجماهير او تقنع القائمين على النادي والمحبين النادي بدكم تصبروا على الفريق. انا بعتقد جمهور يمكن في صعوبه لانه تعود على البطولات انه يصبر. عوض ليه جمهور ال5 سنوات الأخيرة، مو بطولات، تعود بطولة تعود دوري وحدة تمام، معذورين عرفت، معذورين انا عم اقول لك تعود، لهيك صعب، بينما عم اقول لك لهيك صعب. مشجعين على أيام عساف وأيام نزار وأيام لؤي وأيام فجر نحن كنا نشتهي الفوز شهوة، يعني الفريق كان يلعب بشكل ممتاز تمام ما يتوفر يعني، فما كنا فريق تمام ممتاز، كنا فريق نستمتع بالملعب. اليوم الجمهور، تمام اليوم الجمهور فتح عيونه بال2010، عمره 15 سنة 11 سنة مثلا، خلينا نقول فتح عيونه على البطولات، على بطولة كأس، على بطولة دوري، تمام حقه الآن حقه كل سنة عنده بطولة، والله ما عاد والله اذا بقول لك، والله اذا بقول لك بنحسدون، والله اذا بقول لك خلينا هيك بمحبه يعني، والله بنحسدون. يعني خلصت انا فوتبول كان راتبي 8000، يعني مثلا خلينا نحكي هيك امور ماليه، يعني مدللين وامور وفلوس، والله بنحسدون.
لاعبتنا ما شاء الله عليهم، الله يرزقهم ويزيدهم، بالعكس نيالهم والله بنحسدهم. خلينا نقولها والله لو بناخذ اللي بياخذوه ما بيطلع برات البلد كنا، يعني سبحان الله. ليش ما يعني نحن ليش ما كان لو طولت عليك شوي ما اسسنا لمرحله لا لا بالعكس، انه نعتمد على اولاد النادي؟ اليوم نحن اذا اسسنا من سنه وسنتين وصبرنا وعملنا فريق لاولاد النادي، انت بتضمن ابن النادي ما يجي عقد خارجي يكسر لك ظهرك ما تقدر تخليه بالفريق؟ ساعتها شو بتستفيد انت؟ انا صبرت عليك سنتين هلا في ضوابط اخي، اخي لما دكتور في ضوابط نجحت لهلا. رحت، يعني انا شو برجع اسس سنتين ثانيات؟ منطق اجي لا تاني دكتور، هلا شوف شغله، هلا ما في عمل ما بيكون في عمل. كلمة مستقبل نادي أنا برأيي لازم يكون بنادينا في شيء اسمه رديف للفريق الأول، رديف. تمام. هذا الفريق الرديف يتلعب مباريات، بيعمل له تجمع، هو مثل في الموضوع شوي، بس هو الرديف هو عبارة عن النادي، مستقبل النادي. هدول الرديف ما بيكون فيهم ولا واحد من برات النادي، هدول الرديف كل اولاد النادي، شو ممكن لاعب التجمع الناشئين يكون مع. يعني شو التجمع؟ شو الاحتكاك؟ نعم. شو الاحتكاك اللي بدي أعمل له هنا؟ لا هلا ممكن لاقول لك شغله واحده، انا بقول شغله واحده، ممكن انك انت تلعبوا مباريات، ممكن بالاردن، بلبنان يمكن، والله بلبنان، مثل اذا عندنا نحن رديف بنقدم كتاب ممكن نشاركه بالدوري الدرجه الثالثه او الدرجه الثانيه، بيحق لك بعتقد، ممكن بيحتكوا مباريات. خلي من هالفرق كل سنه هالرديف يطلع عنا نحن لاعبين ثلاثه اربعه، بنكون نحن عم نكسبهم للنادي. بعتقد الموضوع يعني المادي انا هو برايي أكبر لازم يكون عائق، في، يعني أكبر عائق الموضوع المادي كان. والله ما، لا لا بس انا بعتقد فكره انه يكون في رديف حتى القائمين عليه رديف، لان انه لاعب الشباب انه يخلص لاعب الشباب ويمشي وما له فرصه ويروح يلعب بالمليحه ويلعب بالكسوه ويلعب داريه، هو بيكون له راتبه له اموره منظمه بالنادي بالرديف، ليش لا؟ يعني هو بس ان احنا انا هذا رايي اذا بدك. رايك ممتاز تفضل. وراي سليم، بس نحن مشكلتنا بالاحتكاك كابتن. انا بدي احط الموبايل على الشحن. مشكلتنا بالاحتكاك ومشكلتنا انه بالماده، يعني اليوم نحن الفريق الاول عم نتاخر عليه احيانا شهر وشهرين بسبب يعني عوائق ماديه. فريق السله كمان نفس الموضوع. بتصور العامل المادي هو اللي راح يكون تمام. خلينا نقول المشكله بهيك نقطه. ليش عم اقول لك دكتور انه بده يكون في ضوابط لهالموضوع، بده يكون في ميزانيه محدده، هي بتنقام يعني مثل ما بيقولوا من راس الارمي، هاي للفريق الرديف ولا لمستقبل النادي، يعني كل شيء بضوابطه مقبوله يعني. وحتما هدول اللاعبين الرديف ما حيكون هالمبالغ ولا حيكون هالتكلفه على النادي اللي عم تزيد هالتكلفه، بالعكس حتى احتكاكهم بضل بيكون مع الفريق الاول. خلينا ليش ما نقول مثل المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، هو الاولمبي هو اللي بيكون الرديف للنادي لمستقبل هو عم النادي، شو بينشغل، عم المشكله؟ بينشغل على فكرة رديف، ما بقول لك لا، تمام بس نحن تمام الاحتكاك بدنا نأمن الاحتكاك اللائق يعني اليوم لحتى انت كمان تطورهم، مو بس نحن عملنا فريق رديف تمام وثبتنا، هلا الاحتكاك لازم يعني، هلا اذا الموضوع المشكله بس بالاحتكاك إلى حل ما في مشكله، بس عندك الموضوع الثاني اللي هي المالي، هي بجوز بعتقد هي بتكون هلا بما انه مشكله. الفكرة عم بينشغل عليها، وهي ابو الخير، ابو الخير الزند عم بيقول انه الفكره عم بينشغل عليها يكون في فريق رديف. بتصور يعني تمام قيد الدراسه الموضوع. تمام تمام والله يا ريت، والله يا ريت. البث القديم حكيتني، حكينا عن الكابتن طريف رجب وحكيت لي على اسم ثاني، الاخ عمرو الهاشمي رئيس الرابطه لنادي الوحده. نعم شو المشكله؟ ما فهمنا عليك ما بموضوع. بعرف والله، انا قلت لك بحترم فيه اخلاصه وولائه للاستاذ احمد قطرش، بعرفه كثير هو وياه كثير اصحاب وجماعه، وهذا مو غلط انه يكون في تواصل كثير منيح، بجوز هو زعلان مني على زعل الاستاذ احمد، بس انه إيه. ايام الواحد بيزعل من، ممكن ايام الواحد يزعل من الثاني، يعني انه هيك ملاسنه او وش او في احتكاك او صاير شيء تاتش بيناتهم، هذا كله مو موجود بيني وبينه، حتى بالكتابه ما في شيء بيني وبينه شو حسب عرفك انه زعلان منك؟ يعني. طيب بركي مو زعلان منك الزلمه. لا بعرف انا، خبرني حسان الحسيني وي وقعت اي شغله سيئه، اي شغله سيئه بحطها بظهره حط الظهر لحسان. حسنان. لا انت خبير يا كابتن، ها شفت كيف لا والله، لا والله عم نحكي بالعنن يا دكتور، والله علنا ما عم علنا نحكي. بتروحوا يعني حسان اللي لا قال لك بالعكس، لا طب اخي ابو الخير زند هو اللي قال لي ابو روح، الخير الزند بيعملها. اي هذا اخو، والله هذا اخو عزيز وغالي، والله ما في والله هذا من اثنين، الناس اللي بحترمها كلهم بنحبها كثير والله. والله كله كل الشباب لا ما لك، ما كل عملت، طب بيحبك. انا بس بدي اسال،
لك والله يا دكتور، بس بدي اسالك يا دكتور، ابو الخير كان ولا حسان ولا باسماء الكبيره او اي واحد من شوفي ليش هلا انا ويا اصحاب، ليش لك انا وحسان الحسيني تعرفني انت ما شفته من وقت ما دربت نادي الوحده، يعني والله ما نسيت يمكن 93 94 والله ما اعرف امتى، من وقت ما هلا في تواصل هو وغيره وكل العالم، ابو غسان محمود ابو زهير كلياتنا والله، يعني ما في هالحقد او فيها الحسد او فيها الغيره، يعني ما والله ما في شيء ابدا، يعني ما في، بس بالظاهر قلت لك الاخ عمر شوي متحسس منه، ما بعرف شو، ممكن تساله انت، ممكن هو بجاوبك، ما هو انا بكفي جاوبتك بالنسبه لي، بس أنا بسأله ل هو قلت لك واخلاصه للاستاذ احمد ممكن هو هذا السبب، وهيك بعتقد، يعني انا ما يعني انا بعرف ما في سبب غير هذا السبب، يعني لهيك انا زعلان عم على اقول لك زعل اياها، الأستاذ أحمد قوطرة. انا لان قلت لك ما في غير هيك، اذا في شيء غير هيك بجوز حدا وصلان له، ما وصلان له بيكون غلط عليه لانه دري وما اجى قال لي، نحن بنتمنى يعني انا اذا بدك نتمنى لكل لك الوحداويين إن قلت لك كانوا لاعبين أو جماهير والله نرجع، يعني مو نرجع انا نحاول قبل نصير شوي حكيت لك، بالمستقبل. قبل شوي حكيت لك على الكابتن طريف، ولا عم بحكي لك على، انا لو دري لو وصلني شيء على لسان الاستاذ طريف بحكيه راسا للكابتن طريف، بس ما في شيء، وهذا نفس الشيء اخونا عمر، يعني اي واحد بغض النظر مين هو، في ابو عمار بهلوان والله هذا يعني كلهم والله اقسم لك بالله كلهم اخواتنا، وهدول عاشوا معنا التعتيق والفقر والشنططه كلهم على عين وراس، هذا بينسى بيت المدرماني كمان، هدول لحالهم كانوا جيش لحالهم بيت المدرماني كلهم على عين وراس، وزياد قبش وابو عدنان ما بدي اقعد انسى حدا، او بس كلهم اخواتنا وكلهم بنعزهم بنحترمهم، انت عم تسال هلا عديت لك بالجماهير كلها بنادي الوحده عديت لك هالشخصين اللي ما في اساءه بس ما في تاتش يعني ما في تواصل بيناتنا، بس إن شاء الله بترجع الأمور بتتصافى بينك ان شاء وبين الله ان شاء الله، الجميع، إن كان لاعب ولا إن كان ما مدرب. عندنا والله ما عندنا مشكله مع حدا ابدا دكتور، نحن انبسطنا فيك كتير كابتن، وأخذنا كتير من وقتك، الله يخلي لي اياك وكانت والله، بالعكس كان حديث رائع. يعني العالم بعتقد مبسوطة كتير كانت. حكينا بصراحة، حكينا عن فترات ماضية، حكينا عن شوية مشاكل أو لغط بيترافق مع قصص هيك عن عساف خليفة. يعني هلا عم بيسأل هون سؤال انه ليش خبرتين مثل عساف خليفه كرويا وراتب الشيخ نجيب سلويا عندهم مشاكل مع الاداره. حكيت انت بتصور بشكل كامل عن مشكلتك مع الاستاذ احمد قوطراش، او كان مشكلتك مع الاستاذ غياث دباس، شرحت انت هلا غياث دباس، استاذ غياث دباس ما في مشكله، قلت لك ما في مشكله، يعني ما صار مشكله، بس من يوميتها من وقت قصه الكابتن حسام وهي، وبعدها ما في، يعني اذا قلت لك والله العظيم يمكن ما بعرف من 10 سنين سلام واحد بيني وبينه، لا تواصل ولا في شيء، والله مره للامانه اتصل فيني كنت بلبنان كان عم يسالني على لاعب، والزلمه عم يستشيرني فيه، يمكن كان مهاجم اجى لعنا من الكرامه والله، كان عم يلعب بلبنان وسالني عليه، ويومي اعطيته رايي فيه، يمكن احمد عميد اعطيت رايي فيه للاستاذ غياث، بس وين زعل جيره، تعرف يعني جيره، يعني وقت كنا انا وياه ما كان لسه كل العالم موجوده، يعني ما كانت العالم مختلطه فيه ابدا، ما في مشكله معه، وهي اعضاء مجلس اداره فندنا لك اياهم واحد واحد، مين بقى اللي نحن وياه مشاكل او نحن وياه مو اصحاب هذا او السؤال وياه زعلانين، لحسان عم يوزع اكسات. لك والله هو قالها هيك، كان يوميتها الكاس العصير شوي قدامه مضروبة كانت شوي، كابتن انبسطنا فيك كتير. الله نتمنى يطول لك بعمرك دكتور، التوفيق وين ما رحت. نحن انا لما بكون بلبنان جمهور النجمة يعني برفع راسي انه عساف خليفة من عنا. الله يطول بعمرك يا رب، بنتمنى لك انت والتوفيق، اذا كنت بالدوري السوري، لو ما كنت مع نادي الوحدة كنت مع نادي تاني مثل مع تسلم فيتنا، لي يا رب، وين ما كنت نحن يعني انت كلاعب عنا اياك مكانة يعني محجوزة للكابتن عساف خليفة. الله يخلي لي اياك، هلا شو شو كابتن شو في على الصلعة هاي، انت كنت معروف لما بتوقف تنط ترتقي للكرة بتقدر انت واقف بالهواء توجهها براسك وين ما بدك، يعني بيثبت هلا وقت لحكي لك الزمن قصة لحكي لك وبتوجه. قصة هالصلعة، ايه والله هي قصة الصلعة، لا لك شغلة واحدة، أول شغلة كبرنا عم يهجروا شوي شوي، إن نشيلهم
يعني لا يعني شو، خليها تطلع منها احسن ما احسن. تطلع ايه منها. تمام. ومشان هالسكسوكة والشيبات هدول، هي مرة طلعت بميكروباص رايح التمرين، أبي يقول له، لأنه ما بنساها بحياتي والله، أبي يقول له لأنه بتعرف شايف هذا اللي قاعد، قاعد مو شيء، المصيبة بالمكتب بتعرف، ركب بعضها. قال له بتعرف كل جماهير الوحدة وبتشوف الملعب كله، كله بتحبه لهالشخص، شوف وينه بالمكرو، بدك تقول لي بدك تطلع لاعب فوتبول، لابنه عم يحاكي قدامك بدك تطلع لاعب فوتبول قدامي. فانا هي ربيت هالسكسوكه، اي مدرب بده يشتغل بالتدريب هيك بده يصير فيه، يعني يضل بنفس البرد، بده يحلق على الصفر وبده تطلع له شيء بعد، وخليها لله. مهنة متاعب، يعني مهنة متاعب، فما بالك والله جارنا بهات بس لي حالك، هات لي ممتعة. حالك دغري مباشرة لتوصل لمركز لمكان التدريب، لا نادي والله، مثل نادي الوحدة جماهيري وعم بينافس يعني. لا 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 لك دكتور، والله العظيم يعني انا وغيري اقسم بغض النظر عن اللي احنا هلا فيه، والله تبهتنا ونسبينا يعني انت ما في اصعب دكتور ما بيعيش الا اللي اشتغل فيها. لا نصيحه، لا وتطلع تشتغل برات بلدك، يعني انت مثلا تطلع تشتغل باي نادي، نادي سين من الناس، هذا النادي فيه كانوا لاعبين قدامى وفي عنده جهاز كله بيشتغل فيه، يعني عم تحارب هدول لانك انت جاي اخذ محل بيناتهم، صح؟ جاي اخذ محل واحد الكل عم يشتغل فيك، والكل وانت عم تقاتل وعم تنام لا ليلة نهار، بيأثر على حياتك، على عيلتك، على اولادك، على هذا برات لا البلد تفكر اجاك، بها برات البلد. طبعا، لا طب نحن تفكرها لما بهالسهولة نحن هاي. بنادي الوحدة هلا جايبين مدرب ما هو من ابناء النادي، مدرب غريب يعني احمد الشعار، ما محبتنا له. ممكن نحن يكون في ابناء النادي عم بيشتغلوا فيه من برا لانه مين اخذ من برا؟ محل بيناتهم، يعني اللي طمعانين بمنصب انا عم جديد. بحكي هلا، هو ابن الشام ومدينة دمشق، ونادي نادي ما في دولة لدولة، يعني انت تروح على لبنان، عم تروح على الاردن، عم تروح على الامارات، عم تروح على مثلا على عمان، عم تاخذ محل. قديش تخيل قديش العذاب اللي عم يستنوك على شعرها كذا. هلا ايام العالم شفت لك فشل المدرب هون او ما، شو الواحد بده ينجح بكل حياته؟ يعني ما في، كل انسان ما في مدرب بيضل، يعني تطلع على المدربين الكبار، مره بيطب، مره بيخسر، مره بيفشل مع النادي، مره بيترك. احنا يعني قلت لك يعني احنا نستنى بعضنا لحتى يفشل بيناتنا، صح. واي انسان بيعيش الظروف اللي نحن عايشينها، الله وكيلك. يعني شو بدي لك، خليني اكون صادق معك بالمية، الفشل اقرب لك من النجاح. صحيح. الفشل لانك وين عندك اللاعبين، وين عندك الاداره، وين عندك عوامل الجمهور تبع، النجاح يعني انت قليلة لكن عوامل الفشل والله كثيرة. العظيم الكابتن هذا الحكي ينال أباظة، الكابتن ينال أباظة عم بمسي عليك وعم بيقول لك منور كابتن عسل. حبيبنا هذا، الله يخلي هذا اخونا وحبيبنا، الجيل كله هذا، يعني نحن عاصرنا 3 4 اجيال من نادي الوحده، الكابتن احمد ماضي وجر للكابتن بشار وفجر لحسام السيد كمان، ليش كل ما والله تقول حارق لي حسام قلبي. السيد تضحك؟ لا اول شغله في، لا لك شغله، عشره عمري انا ويا لحسام، بس قصصه يا اخي ما بتدخل لا بميزان لا ببان، يعني بتقول حاطط جيش محامين وراه، مستشارين وراه، تخطيطاته ما يعني ما بتدخل ميزان ببان. هلا اجى على نادي ظفار، الله يستر، الله يستر الله الدوري يستر، العماني، ما هي لا الله يستر ما يخ... لا ان شاء الله، واجى بمجموعتنا كمان جد مجموعتنا قديش راح يكون في كمان. حساسية من هون لوقت المباراة؟ يعني جمهور انا بيتزا والله العظيم برجع لبدايه الحديث اللي حكيناه اخي، عملنا جرح هو، انا خليني اكون اقرب الناس له، احكي الحكي هذا، ضايقنا منه وزعلنا منه وكذا، خلص خلينا ننسى، خلينا نرجع نحبه ويحبنا نقدر، والله بنلاقيها صعبه، هلا بنقدر نحقد وبنقدر نكره سهله، بس انه نرجع نلاقي انه نحب. لك يا اخي ابن النادي عم يدرب، لكن نحن المدربين نادي الوحده تحصل، اذا بقول لك شغله واحده، نحن المدربين بنادي الوحدة أكثر مدربين بكل أندية سوريا اللي بنشتغل برا، صح. ونحن أكثر أندية اللي معنا شهادات الآسيوية والبرو الآسيوي، نحن كلياتنا بنادي الوحدة، لكن بس طلع علينا، لكن نستنى هذا لا يفشل هون وهذا لكن احنا المفروض مثل ما تفضلت انت نكون قلبنا على بعضنا، اذا نحن المدربين ما قدرنا نعملها بتمنى انتم تعملوها، لكن بتمنى. هلا بتلاقي والله العظيم، خليني ان شاء الله ما يكون في حدا يسمعنا، خليني هيك يكون، لكن رقاصات بيكونوا عاملين جروب لحالهم لحالهم بيطمنوا. هلا بينبسط صفوان لحسين وحسان حسين، وحس
بيكونوا عاملين جروب وبيطمنوا على بعض وبيسألوا على بعض. لك والله من يومين رقم حسام السيد من تامر حاج محمد لجبته وعطيته وبعت له يوم حكاني. يعني هاي عم بحكي لك طبعا من عتب المحبة. لك نحن ما بنتواصل مع بعضنا، قلت لك بس فجو ابراهيم والكابتن برهان كل يوم صباح ومساء، الباقي وينه؟ يعني في غلط منا نحن بس ما بعرف للأسف شو والله بقول من لك. زعل، يعني نحن خرجنا والله أجيال العظيم جديدة لك انا وبالعكس. اللي بيزعلك دكتور، لاني برجع بقول لك نحن اكثر مدربين عندنا شهادات، نحن اكثر مدربين بيشتغل بنادي الاتحاد كله، في مدرب واحد برا بيشتغل اللي هلا هو على سيرة نادي الاتحاد، لكن المدرب اللي من عنده لك بيشتغل مدرب مساعد مع مدربنا مع ابن نادينا، يعني خلينا نقول المدربين اللي عندهم ما عندهم واحد يمكن او اثنين بيشتغلوا برات، هو الكابتن يمكن حسين حسين كان عفاف يشتغل بلبنان، كان يشتغل بالاخاء وما في. لكن طلع نحن عندنا الكابتن بالامارات، عندنا الكابتن فجر بالعراق، عندنا الكابتن حسام يعني اذا بدي اعدل لك القائمه تطول. يعني شو بدي اقول لك، يعني بس نحن مو مقدرين حالنا يمكن، والله العظيم اذا نحن ما قدرنا حالنا العالم بدك يعني ما تشتغل. انت في شغله واحده الكل رايحه عن باله، انه نحن يعني واحد مثل في غيره من نادينا، والله العظيم في غيره، من غيره خلينا ناخذها بحسن النيه. نحن الانديه وقت بعدوا عنا كل رجال الاعمال والداعمين، نحن ما وقفت عنا. هي بتعمل لك عند الانديه حساسيه، نحن نادينا في حسد عليه، في غيره، وهذا غيره يعني مو بس بالنيه السيئه، اي نادي بيتمنى يكون عنده مثل استاذ غياث، اي نادي بيكون عنده مثل جمهورنا، اي نادي بيكون عنده استقرار مثل اي نادي بيتمنى. لهيك الله وكيلك رح يجوا يتكاتفوا كلهم علينا، والله لا يتكاتفوا كلهم علينا. عم تصير بكره هلا، هذا بيعطي هذا، عم تصير هلا هلا. بكره هذا بيعطي هذا، يعني هلا انت بتلاقي هذا بكره بيعطي هذا وهذا بيعطي هذا وهذا، هذا نحن لا بالنهايه تفشل خسرانين. نحن اذا ما نحن قوينا حالنا بايدنا ما حنقوى من برا، والله ما حدا رح يقوينا من برا، والله. نحن بتصور بدنا يا نقوي كابتن هاي حالنا. الامور لازم تبلش، يعني نحن لما بدنا نحكي هذيك المره طلعنا حكينا ساعات وساعات عن انه يكون الجمهور، يعني يكون يحاول الجمهور يكون ايد واحده بين بعضه، بس لما بترجع بتشوف انه كل واحد من الجمهور، مثلا مو انا بحكيها على العلن، مو انا، في كتير عالم من الجمهور اليوم بتحب فلان من الناس وبتصطدم مع الناس اللي بيصطدموا مع جماعة تابعين لشخص آخر، يعني جماعة ماهر السيد ضد جماعة رأفت محمد ضد جماعة عساف خليفة ضد جماعة نزار محروس ضد جماعة. فنحن إذا بدك تبلش هاي الأمور، إذا بدك توحد الجمهور لازم توحد اللاعبين اللي فوق أصحاب الجماعات، يعني تمام لازم اللاعبين اللي تمام فوق يكونوا لما نحن كلامك على عين بنشوفكم، وجه. لما بنشوفكم نحن عم تمسوا على بعض وعم تنزلوا بوستات لبعض وعم تصوروا مع بعض وعم تنزلوا مباركات لبعض، نحن الجمهور بين بعضنا رح نصير معكم وراكم ورح نغار ورح نصير نحس بهذا الجو. بس إذا أنا بشوف اليوم تمام بوستات ماهر السيد مع محبتي لهالأسطورة لهالقامة الكبيرة، أنا عم بحكي كمان خليني فش قلبي، أنت اليوم فتحت له. لما ربح الفريق أول مباراة مع حسام السيد، هلا الفريق ربح وهلا شفنا الفرق وهلا يعني بده يلمع على انه الفتره تحسنت عن رأفت محمد. فنحن لما بنشوف هيك تمام بنيأس بنتعب بنمل بنزهق. هلا دكتور لا تفكر، يعني انا وقت بقرا البوست قريته، البوست اللي كتبه عن الكابتن رفا، مين قال لك انه نحن بننبسط وقت بنشوفه؟ بالعكس، يعني بيصير في حزه مثل ما تفضلت انت بقلبنا، انه لك يعني اللي عم تكتب عليه هو بالنهايه هو ابن نادي وعمل انجاز مع الفريق اللي كذا. اللي بقوله اخي دكتور، يعني نحن اللي انت عم تتفضل عليها هالجماعه، لك يعني بس بدي اسالك سؤال، كانت في جماعه ايام الولدنه او 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 كان لنا مصلحه بالنادي، هلا ما عاد لنا مصالح بالنادي غير محبته وغير انه هالفريق يمشي، كابتن نزار له مصلحه غير انه الفريق يكبر ويمشي، انا الي، الكابتن فجر له، اللي عم قلت لك اللي عم يطرح وهيك عم يجوا على اسامي على بالي، كابتن حسام لا يمكن حسام لا المحبه عم بحكي رجعت يعني اتضحكت، بمزح رجعت اتضحكت. طبعا ما بدك ما اضحك. المهم لك إذا وائل ما انا عقيل، خلص إذا وائل عقيل شهد له قال له أنت أحسن واحد بلعب الجمباز بالعالم لحسام السيد. هلا انا هلا هلا انا شوف علقت على انا كنت انا وحسام السيد طلاب المعهد الرياضي، كنت انا كنت سنه ثانيه هو سنه اولى، الله وكيلك وملائكته موجوده وبيقدر يجاوبني، صادق اذا ياخذ الاول بالجمباز حسام
الله وكيلك اعلى علامه بالجمباز يعني راح يسيبوا لعلاء الدين نعمه، لك عندهم جديفات وعندهم آلات ما شاء الله عليه، برونة خارقة كانت عنده بالجمباز، يعني هلا بالجمباز الإيقاعي مو الحركات طب ولا انا ما بعرف، لازم اساله له ليش اخذ محمد عقيل مساعد مدرب مو اخذ ماهر السيد معه؟ ما كان ماهر احكي لك شغله انت هلا هلا شوف بتقول لك انا بتشرف او انا بحب او انا ما عندي مانع انه يكون ماهر مساعد معي بتجربه قادمه سواء بنادي الوحده او برا، تمام طب مو اخوه اولى بهذا الموضوع؟ تمام ان شاء الله هلا انا بغض النظر بنحبه لاخونا محمد ووائل وكل اخواتنا وما لنا مع حدا شيء ابدا، بس نحن لاقول لك شغله واحده، نحن ما في مدرب سوري ما اخذ واحد معه من برات النادي، اعطيني مدرب اخذ مدرب معه من اولاد النادي. معلش مين بدك؟ ليش انت عم تقول حسام؟ هلا انا نحن قدوتنا وقت بنحكي نادي الوحده مين بنجيب اسم؟ نزار محروس منيح؟ انا هذا الانسان اللي نحن كلياتنا بنفتخر، واول ما بيقولوا بنقول له نحن من عندنا نزار محروس. طب الكابتن نزار عنده كان شيء مساعد من نادي الوحده؟ لا ما كان عنده. مين بدك؟ حسام السيد اجى اخذ معه مساعد؟ لك هذا فجر حالة خاصة، ابراهيم هذا اللي هو أخوه كابتن، أخوه يعني ايه أخوه. ده، لا بغض النظر، فجر ابراهيم اللي هو قدوتي انا بعتبره استاذنا وهو اللي له فضل علي بالشهاده جماعة وغيري وانا نزار، وغيري من جماعة نزار عم المدربين. يكتبوا أحم أحم. لا لا حدا يفكر، لا اوعك اخونا نزار، لأقول لك هلا رح اقول لك رح اعطيك الجواب ليش، لأقول لك رح اعطيك الجواب ليش، هلا انا قلت السبب بعدين بقول لك. فجر ابراهيم وقت درب، ليش انت قلت جماعه نزار؟ ما عندنا ما في جماعه لا لا في جماعة ايديا نزار، غالب ايش غالب بس الزرقاني، لا هذا غالب كان مساعد نزار. بيحبه كثير حسان للكابتن، وكلنا بنحبه يمكن بنحبه اكثر منه، بس حسان هيك شوي بدهره شوي بالحب له. يعني عم اللي بيقول لك بقول شغله واحده غالب اخي الزرقان كان مساعد وصفوان الله يرحمه، كان تمام، بس اقول لك شغله واحده رح اعطي جواب بعدين كابتن. كابتن فجر ابراهيم وتدرب بالمنتخب كان معه الخطيب وما بعرف مين، يعني كان كادره كمان من بقاتلنا، نحن هذا الشيء متشاس فينا يعني للامانه. رأفت محمد جاب اخونا ضرار الدولي، يعني مو انه تجربه الكابتن نزار هي تعممت على الكل، لانه نحن بنعرف بعضنا ما بنحب بعضنا، لانه نحن بنعرف انه رح نحفر لبعضنا، انا عم حاكيك اياها لان هيك هيك انا هيك لانه كابتن يعني شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ بنجيب الغريب بنضل الغريب يمكن بيخدمنا اكثر. لو اي طالب هلا تعاون مع الكابتن نزار نزار محروس كمان بمرحلة من كمان المرحلة. كمان هلا غلطنا من اخي حسان ومنه السماح، نزار منيح لك اخي والله طب العظيم والله ايه العظيم بيحفروا، عم الواحد بيحفروا حتى بيشك بأخوه انه رح يحفر له، يعني فهمت علي؟ والله العظيم شوف لك الكابتن نزار محروس الله يطول بعمره، 5 سنين انا وياه عم نلعب منيح، تمام و5 سنين انا وياه بالمنتخب بغرفه واحده ننام، و5 سنين هو مدربي. مين بحق له يحبه اكثر مني؟ ومين بيعرفه اكثر مني؟ لا حدا. هات لنشوف. لك والله وقت انا بحكي شغله لا سمح الله، يمكن الشغله الوحيده اللي هو بدا الكابتن اخذ زمانه معتز منده واخذ وشكل هيك، بس بعدين رجع اخذ ايمن حكيم، بتذكر يمكن زمانه اخذ الكابتن ايمن حكيم معه، ومثل ما تفضلوا الشباب غالب زرقان ومرة الزعتري ومرة لك، انا عم نحكي بشكل عام، بس نحن بشكل عندنا بالنادي هلا طلع هالقصص، يعني القصص نحن بنادي الوحده الاكثريه تبعنا ما في بفرض هاي النظرية ليه؟ مضبوطة، اليوم حسام ليش ما بياخذ أخوه، يعني شاكك بأخوه إنه يحفر له، معقول؟ إيه ليش ما حسام بشك بحاله عم يحفر لحاله. حسام بعد هالسي في الكبير تبع حبيبي، والله دكتور بعد هالسي في تبعه والانجازات الكبيره تبعه للامانه الواحد ما بيقدر يعني ينكره ولا بيقدر الواحد يطلع منها، مين ما حفر له ثابت بسمار بولاد، يعني واحد بيقول لك بطل عالم عسكريه، بطوله عالم عسكريه، بطوله اتحاد اسيوي، بطوله دوري، يعني للامانه الواحد بناخذ ضحك وبنحكي كذا، بس يا اخي السي في مو غصب من عنا، شو بدنا نعمل؟ يعني بتحسه واقع هذا دكتور محظوظ حسام السيد، انا بشوفه ربع علينا بالحظ انه نقل حاله والله. كخطوه اخيره، كانه لعبه شطرنج، عمل حركه اخر شيء، قلب الموازين لصالحه. والله يا دكتور والله العظيم والله العظيم، صار لي مدرب هلا 10 سنين،
دربت 10 أندية، لعبان فوق الأربع. كل أنا فيني شغلة واحدة، كل مباراة بلعبها كانت ودية أو هذا، بكتب تاريخها وبكتب للأولاد ما للذكرى، بكتب كل شيء. لهلا عندي أنا كم مباراة بهال10 سنين، كم مباراة ربحان ومتعادل، كله بسجلوه. والله العظيم مباراة واحدة ربحان بالدقيقة 90، يا حسام سيد موسم واحد 10 مباريات ربحان بالدقيقة 91، والله راح يجلطني. لك ايه ايه حسد ايه دي ايه ايه شو بدك؟ لك اقسم بالله شيء مو طبيعي. لك ايه بموسم واحد 10 مرات، والله 10 سنين. هلا يا انا مو محظوظ يا ما بعرف. موسم المدرب اذا ما كان محظوظ، الكابتن فجر بالمحاضره الاسيويه وقت كنا عنا قال المدرب اللي مو محظوظ يطلع برا، ما لا يكمل دوره اذا ما كان عندك حظ. ايه بس في حظ عن حظ بيفرق. عم بيقول لك لك 10 سنين يا شيخ، والله 10 سنين مرة واحدة. لك الكابتن برهان يعني عبود ونسيتها. عساف امه تفضل. داعيت له. والله دعيت لي امي بمحبة هالناس، والله العظيم ما عندي غيرها. اي أيوة والله العظيم الحمد لله يا اكبر نعمة، آمين آمين. والله العظيم ما عندي اياها غيرها. اقسم لك بالله مشتهي هيك شهوه اتمتع اني فريقي حط جول بالدقيقه 93. مشتهي احسها، شو بيحس المدرب فيها، شو بيحس شلون الفريق بيفرح، ما بعرفها والله ما بعرفها. صار له بموسم واحد البركه نياله، والله نياله. ايه بحسده، ايه اذا شغله حسد بحسده والله. يعني مظبوط، أخذ علينا البطولة بالحظ، نعم، أخذ على علينا وقت البطولة فريق بيجيب بالحظ. دقيقه جول بالدقيقه طب على وقت فريق بياخذ جول بالدقيقه 96، شو بدك تقول لي تكتيك؟ يعني تكتيك ولا وضعنا تشكيك ضربة ولا جزاء كمان، شوف طبعا لهالدرجة لهالدرجة كان. هذا. يعني انت بتروح، يعني انت لا تجيب اسم قوى جويه ولا حسام سيد، احكيها لولد صغير. فريق بكب ضربه جزاء وبيجيب جول بالدقيقه 96، وهيك شو بيقول لك؟ فريق محظوظ يعني، او مدرب محظوظ، شو بدي لك غير هيك؟ ان شاء الله بنتمتع فيها. هي بدنا نقول للكابتن حسام شلون، نعمة شو نعمة بيعمل؟ نعمة. والله اكبر نعمه، بس ما بعرفها، بدي دوقها، بدي احسها شوي. كابتن عم تحكي لنا عن الأرشيف والتواريخ ومسجل، ما في مقاطع فيديو تدعمنا فيها ننزلها على الفيسبوك؟ والله كلنا نحن على الاسود والابيض، والله كله على الاسود والابيض، يعني كل شيء أنا عندنا. كان عندي هلا لك هون نحن كان لي عندك شريط فيديو هذا النص متر، تمام. كان فيه مقابلات معك وأهداف لإلك أيام الصفاقسي تمام وأيام النجمي، هذا عنا إياه، بس تمام كمان شريط فيديو رديء، يعني رديء الجودة. والله غدي ما في قلت لك كلها يوميه هيك تسالي خماسي ما خماسي. اتمنى يا ريت. ليش عامل لك اللاعبين كلها هلا محظوظين، كله مسجل وكله كله اليوم يعني بسهولة كله بسهولة الأهداف بتوصل والشهرة بتوصل والنجومية بتوصل، على أيام كنت للامانه ما عمل قدرت تروح على تونس وقدرت تكون أول محترف بالدوري الروسي بدون الحمد هالميديا لله. القوية، بدون هالإعلان، بدون والله يعني اليوم فضل الله. كبسة زر بتقدر تشوف اللاعب اليوم شو عمل بكل مبارياته. تمام، السي أما في على تبعه أيام بيطلع كنا لك وين لعبان وين كله. اي تماما، والله أما على أيام الحمد كنا لله سيدي. انا بقول شغله واحده، يعني انا في شغله واحده زعجتني كثير من الكابتن اسامه عمر. يعني انا قديش بحبه لهالولد. ايه لا بيوصل البل، يعني انا بيوصل كنت البل دائما أسامة. لا اقول لك ليش، اقول لك ليش زعلان منه. انا كنت بتباهى بشغله واحده، اني انا ابن النادي الوحيد الهداف الدوري سنتين. وين اجى هلا طحش علينا، هلا خلى العالم يعني اخذ انا عم الكابتن. بشوف صار هداف تاريخي، يعني عم بينكتب انه حتى ايه للامانه طبعا بفرح له. هلا بالعاده بيطلع الكابتن رجع، بيطلع فلان فلان، هدول يعني نحن بنعتبرهم اولاد النادي بس مو تبعوتنا. بس انه انا ابن النادي صار لي سنتين وبتباهى فيها وعم بدلل فيها، بيجي هذا يجي يطحشنا، لا تقيله يعني. ايه هلا انا يعني من باب المحبه يعني. ايه هلا اجى واحد أسامة يعني هلا صفى أسامة هو أسامة مرشح أنه يكون هلأ بالدوري السعودي كخطوة قادمة إن شاء الله، والله من يمكن صغره يكون انا أول يعني لاعب انا سوري بينتقل مباشرة على الدوري السعودي بدون ما يحترف بمحطة والله بأردن أو بلبنان. والله يا دكتور، انا هالولد من صغره يعني للامانه، يعني هو كان موهبه للامانه من فئه الناشئين. يعني مبين طالع طلعه مخيفه، يعني حتى كان بفئات اللي كان الناشئين او الشباب، كان يعني كان طالع طلعه وظل محافظ على حاله. الله يحميه يا رب. آمين. مرحلة ما بعد أسامة عمري قديش بدها شوي تأثر على نادي الوحدة؟ كثير يعني للامانه بدها تاثر كثير.
لا انا هذيك المره قريت للاخ حسان عم يقول انه لازم يلعب الفريق، او انت وياك كنتوا عم تناقشوا بموضوع انه لازم الفريق يلعب كذا مباراه من دون الكابتن اسامه. انا بقول شغله واحده، انا ما اكون بهالموضوع 100% لانه غيابه رح ياثر، ولا سمح الله اذا مشي بين الذهاب والاياب صارت مرحله الاياب اصعب علينا. هلا بالذهاب بدك في وقت لتعوض، لان مرحله الاياب هي مباراه واحده ما صعب في مشكلة. تعوضها. لهيك نحن بنتمنى يعني ما بنقدر نقول الا نتمنى له الخير، يعني الله بنتمنى يضل يوفقه، الله معنا يوفقه وييسر له وين ما راح. يعني. بس سبحان الله سبحان الله، الله ييسر له يا رب. اذا صح له بالعكس ليش لا، اي عمر خريبين اثنائي نادينا في عين عليه، وفي يعني مثل ما قلت لك، وحق اي نادي يغار منا. عندنا احسن لاعب اسيا، عندنا نجوم، عندنا كثير كثير. بالحديث عن شو بدي عمر لك خرابين، قديش مبسوط انه افضل لاعب باسيا من قبل نادي الوحده؟ يا سيدي؟ عمر خريبين اللي احكي لك. عمر خريبين الله يطول له بعمره، والده على طول، انا ساكن بتسي على طول بقعد مع ابوه، بحكي مع ابوه، وبيجي عمر بيقعد معنا. اجوا نادي الهلال السعودي لهون، رحنا لنشوفه، بدنا واسطه، صار بدك تقدم ما طلب شاء الله. وبدنا، ما شاء الله عليه، والله فرحت له من قلبي. دقينا للريسبشن قالوا بدنا نشوف، بدك تاخذ اذن من المدير الفريق وكذا، قلنا لهم بس وصلوا له يعني انه الكابتن كذا. سبحان الله ما قدرنا نشوفه يعني. شوف الواحد ممكن يزعل من هالقصه، بس اقسم لك بالله انا كانوا معي اثنين عمانيين يعني بالاداره حابين يتصوروا معه يعني. اندهشوا مني اني ليش مبسوط يعني، بل لانه مع انه انكسر بخاطري مثلا يعني. بالعكس انت وقت عم تشوف واحد صغير بالنادي صار شغله كبيره، هذا شيء هذا ما بيزعجك، بالعكس هلا انك مش ما انت نظن انه ممكن هذا اجراء من نادي الهلال، لا يعني لا لا هذا لا لا مو له هو، حتى ما وصلوا الخبر ما وصل يمكن الخبر. اي هذا، تمام، لانه النادي احتراف، تعرف نادي الهلال شغله ما لا سهله صحيح يعني. صحيح. بس انا هالشيء بالعكس ما زعجني، وبالعكس فرحني والله انه لاعب بهالقيمه يعني. شوفوا اللاعب قديش معزوز ومكرم، بالعكس بإشكالية العقد اللي هلا عم نسمع عنه بنادي الوحدة، إنه نحن عنا دعوة بالمحكمة على نادي الظفرة، على نادي الظفرة الإماراتي، في إنه نسبة جزئية انتقال، لا كسر اللاعب كسر عقده. شو رأيك بهاي الإشكالية اللي صايرة؟ انا الله يطول جتني الله يطول بعمره الاستاذ سليم دعاس، سافرت على تونس آمين اخذوا آمين. مني 5000 دولار، كل عرضي كان 10000 دولار. سافرت على روسيا اخذوا مني 5000 دولار، سافرنا على النجم اللبناني اخذوا مني 5000 دولار. كانت كلياتها، كان العقد كله 12000 13000 دولار يعني. من هذاك الوقت كانت يعني انه من حق النادي عليك انه كلاعب تقدم يعني، او انت تفضل عليك النادي وكذا هيك. وكنا يعني صحيح كنا بيوميتا جن يطير عنا راح نص العقد يعني، بس بالوقت نفسه له النادي حق عليك، المفروض تقدم له يعني صح بما انه هو اللي وصلك لانت عليه. شغله قانونيه واداريه هاي، في اكيد بالنادي مين مسؤول على هالموضوع هذا، بس والله يعني على الارقام اللي عم ياخذها ما شاء الله عليه، لازم يكون يعني وضعنا كنادي نحن للامانه على المبالغ اللي حصلناها في نقله نوعيه ان شاء الله. عم نسمع ارقام كبيره ان شاء الله، قبضنا، يعني قبضنا احنا 500 وقبضنا رجعنا 100 صاروا 600، لانه المبلغ الاول بالعقد الاول نحن عم نحكي المليون كانت بالتقسيط. هلا ظلت الدعوة الجديدة على نسبة 20% من عقده لنادي الهلال اللي انتقل فيه لنادي الهلال. نعم بنتمنى نحن يعني نعم ان شاء ايش الله يا رب. والله ان شاء الله الكابتن اسامه كمان يعني ما بعتقد ارقامه رح تقل عن الشباب باذن الله ان شاء الله، الله يوفقه ان ويقدم له شاء الله. اي والله اي والله، شوفي ضل شيء والله. ان شاء انا الله. هلا هيك والله يعني يعني عن جد والله العظيم لك كاني هلا بالشام ارتحت كثير، وخاصه هيك معك واريحيه حبيب قلبي. وما في، نحن وانا لا بيقولوا وقت ما حكيت يعني الشباب اللي عم بيحضروا ما فيني اوصف لك قديش سعيدين. انا ما عم بقرا لك كل التعليقات، الله انتوا يطول اساسا بعمرك وعمرك الجميع، والله العظيم، ابو خالد الشامي، ابو راشد، حسان، الكابتن براد، والنعم منهم والله كل الشباب عم بيكتبوا لك والله والنعم سعيدين، ابو الخير كله مبسوط بانه زمان بعد والله والنعم منهم بفترة يعني. طويلة. يعني هلا صار لي تقريبا سنة ونص ما نزلت للشام، ان شاء الله هلا 8 الشهر ان شاء الله عم استنى الاولاد ليخلصوا حوصات، نازلين هيك اجازة في شهر ان شاء الله، ان شاء الله هيك بيطلع بإيدنا نشوف كل القوم وكل الشباب ان شاء الله ان شاء الله، بركي نسلم على الجميع بإذن الله. بشوفوك الشباب بالملعب. انا بهولندا ان شاء الله، الله بيجمعنا إن على شاء الله يا رب، الله بس ان شاء يخلي لي الله، إياك يا رب، كلهم إخواتنا وكلهم حبايبنا حتى يعني. شغلت من جمهور نادي الاتحاد الاخ مالك الجندي عم بيبعث لك كابتن عساف خلوق ورائع ومثالي،
نيالكم فيه. والله اخ كمان مالك ابو قلنا محمد منه والله. الغلطاني، احمد برداويل، كل الشباب عم يعني عم تبعت لك سلامات، انا ما بدي والله انسى حدا يعني. قلت لك والله دكتور، يعني هاي هذا المكسب الكبير يعني، الحمد لله محبة الطيبين هذول كلهم اخوة ونضل على تواصل معهم كلهم. وانا سريت الاخ كمان مالك يعني هيك، نادي الاتحاد كمان رجع لوضعه يعني، الحمد لله الحمد لله الكل بخير، وهذا معناته ان احنا بخير باذن الله حبيب قلبي. حبيب قلبي، سريت كثير. ضل في حدا، ضل في انت حدا ضل معك. انت ضل في لا انا دكتور بس حبيت احكي، وقت حكينا بالتاريخ وبالقصص القديمه عن النادي وكذا، مو للتجريح او للاساءه وكذا، بس ما بقدر انا، ما يعني انا معروف عني بحكي، بجوز البعض يزعل مني انا بس بحكي، ما بخلي يعني ما بخلي شيء او قيله او قيلة، بحكي اللي بيزعل مني يمكن يعني يزعل يوم يومين نحن ثلاثه. نتمنى نكون خلقنا هلأ منصة بأنك أنت فضفضت، وإذا كان في سوء تفاهم بينك وبين شخص من الناس بتمنى منه يدق لك أو أنت تتواصل معه لك ليدوب هذا ما فيك الدريب بيناتكم. انت اخي دكتور، ما في ما دام القلب ما في شيء، هذا الشغلات يعني ما في كبرى انه مين دق وما دق، بس سبحان الله مثل ما تفضلت انت يعني الوضع انه شغل بجوز او بعدي انا وسفري، قلت لك سفري عم يلعب دور كبير دكتور، اني ما عم بكون بالحدث اللي عم يصير، يعني ممكن بكره يصير قصه قالوا انا بعيد عنا، ما بكون عرفان شيء بيزعل منا شيء، بس الحمد لله ما في زعل مع حدا ابدا، يعني الكل اخواتنا والكل حبايبنا ما حبيب في. القلب، حبيب القلب. في الأخ ممدوح عم بيسألك بمسقط، هو حابب يشوفك وله الشرف. يعني أنت وين؟ والله بتشرف فيه بأي وقت، بأي وقت أنت بتشرف كمان فيه. بمسقط؟ هي بمسقط والله، مسقط. بمسقط بألف بتواصل معه الحمد أخي لله. ممدوح تحت الهواء وبيدلك أو يا رب العالمين، هي السنة الثالثة يعني حفظناها. إن شاء الله هيك بتزورونا لهون بإذن الله. بإذن ما الله. في كلمة بيجي نادي الوحدة، نادي الجيش، يعني من فضل الله كانت عمان هي يعني الأرض للفرق السورية والمنتخب السوري، دائما نشوفهم كلياتهم ونعتز فيهم. بحب أبارك كمان عن طريقة كمان حبيبي للكابتن رأفت، سمعت خلص الدورة تبعه، للأمانة من أرقى الناس وأطيبها، يعني الواحد يعني بيكون بنقول له بعيد بس وقت كابتن بتجتمع رأفت. معه، وقت إجا هون مع منتخب الشباب قعدنا هيك 10 أيام مع بعض، يعني الواحد وقت بالغربة مثل ما بيقول بيبين صح، معدن نتمنى الشخص، والزلمة من الناس المحترمين جدا يعني. له التوفيق ونقول له ألف وحسام مبروك. السيد كمان صار جاري كمان هون، كان محكمكم أنا المصيبة بصلالة، بنصحك صلالة، تروح لا لا بصلالة، اطمن، صلالة. طمنت الأحبة وطمنت الغوالي، هو بصلالة يعني بيبعد عني 1100 كيلو متر، غير بالطيران ما بيراح لعنده، لا بروح على الشام أقرب لي. أقرب لك. إيه تمام، أنا كنت بدي أنصحك إنه تشمع الخيط كابتن ويا فكيك. لا 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 1100 كيلو متر، لا هي كمان كمان محظوظ فيها هي، أنا هاي الحمد معروف، لله. معروف عن سلطنة عمان إنه ما بتتدخل بشي وما لهم بشي وعايشين على غير كوكب وما بنسمع عنهم أي خبر، لا بسياسة ولا باقتصاد ولا بشي. هلأ بس إجا حسام السيد رح تسمعوا عنا شغلات بحياتكم ما ألو سمعنا. الله وكيلك، الله وكيلك من بكرة. هلا اليوم الفريق هلا اليوم ربحوا، عندهم في كأس هون، عندهم شركة مازدا بتقدم للفريق الأول سيارتين، يمكن سيارتين مازدا، هي عبارة عن فرق للدرجة الأولى، كأس مازدا اسمها. اليوم فريقه ربحان نعم 2-0، بقى ما بيتحاكى هلا يعني، بصمته بينت رأسا نعم ما شاء الله عليه، ما الله شاء يوفقه الله، إن ما شاء شاء الله، الله. إن شاء الله والله بإنا بتمنى له تعرف الخير. بكأس يعني الاتحاد نحن الآسيوي. دكتور، هو دكتور قلت لك غلط يعني، انا وانا يعني انا بعتقد هو كمان يمكن حاسب حاله يوم او ما بعرف، ما بعتقد انه انت بالنهايه لك الناس، مين لك غير الناس؟ يعني رح نبطل كلياتنا الفوتبول وراح ناخذ هالكرسي ونقعد بالملعب ونحط هالعكازه ونقعد، مين لنا غير الناس؟ العالم تذكرك بالخير. قديش بتنسى وقت تشوف الكابتن موسى او الكباتن هذول اللي كل العالم تحكي عليهم وعلى اخلاقهم، شو لنا غير هالشغله هي؟ بقى هو انا بظن انه يمكن لام حاله او ممكن خطوه، يعني نحن بدنا نكون متسامحين معه، يعني نحن يعني نكون نحن، اذا هو ما سامح نكون نحن البادره منا، لخلينا نحن ناخذ الحسنه، ما نخليه ياخذها هو، ما اخذ كل شيء، لك ما حتى شاء فيه الله عليه، شايفنا الحسنة. لك حتى الحسنه خلينا ناخذها منه نحن.
ليش في شباب عم تسأل ليش ما بتكون المدرب الأول بالنادي؟ أنا رح ثبت الفيديو هون شباب، ترجعوا بتعيدوه، نحن حكينا بهاي النقطة ببداية البث المباشر، إن شاء الله تكون الأجوبة كلها. بالنسبة لمباراة القوة الجوية، مقتنع فيها ما مقتنع فيها؟ كمان حكينا بمباراة القوة الجوية، وشبه إنه الكابتن عم بيقول لك بالحظ تقريبا أو بشكل كبير الحظ خدم الفريق العراقي بأنه يتوج بالبطولة على حساب نادي الوحدة، خاصة لا تنسى في هدف بالذهاب كمان بالثواني الأخيرة، وهدف بالإياب تمام بالثواني الأخيرة، وركلة جزاء ضائعة فوق كل هذا وهذا. تمام مكتوب فكابتن له كابتن، مكتوب له انه بده ياخذ تمام. مين عم يتدرب كابتن؟ عم في بيسألك اي شيء. أبو مهند. نادي الوسطى، هذا نادي الوسطى لقول لك شو قصته. هذا نادي الوسطى صار له 3 سنين متأسس، يعني لعبوا درجة ثالثة بعدين اجوا درجة ثانية. هو للأمانة يعني خليني أكون صريح أكثر، هو نادي لشركة نفط مستقر ماديا وأموره كثير جيدة، حابين هن انه يطلعوا على الدرجة الأولى. استلمت انه ديك الموسم وفضل الله، الله كرمنا وصعدنا على الموسم للدرجة الأولى. هالسنة كانت مجموعتنا 8 فرق لعبنا فيها، كان الطموح تبعنا انه البقاء بالدرجة الأولى، لأن يعني اجت مجموعتنا نحن قوية مع فرق، يعني 6 فرق من أصل 8 كانوا بالممتاز، يعني كانوا بالممتاز وهابطين. الحمد لله خلصنا الدوري ترتيبنا الرابع، ما عندنا مشكلة لأن آخر 2 بيلعبوا ملحق على الهبوط، طلعنا الرابع. هلا هن عم يبنوا ملعب عندهم، بس يخلص الملعب يعني بدهم يضلوا سنة ثانية بالدرجة الأولى طموحهم، والسنة اللي بعدها بيفكروا بالصعود للممتاز بغير عقلية. مستقرين معهم وأمورنا الحمد لله طيبة، بس هذا لا يعني. الكادر اللي تفضل. معك سوريين ولا من عمان؟ لا والله معي عمانيين، كان معي بنادي عمان. ليش ما بتاخذ نعم، كادر من نادي الوحدة، من أبناء نادي مو الوحدة؟ كادر بنادي الوحدة، نحن المصيبة هون عندنا مشكلة أخي دكتور، الفيزا شوي. يعني أنا تواصلت، كنا يعني مع حتى اللاعبين الأجانب، يعني راسلنا 3 لاعبين سوريين حتى يجوا يلعبوا معنا، وللأسف الفيزا تبعهم ما طلعت وتأخرنا عليهم. اضطرينا، كان في لاعبين هون، هلا عندي 2 برازيلية وواحد كاميروني. يعني أنا بحب، لأن أنا وين ما بروح بحب آخذ سوريين. يعني انا انضربت بالسلام زغلتها، ولا بالنبي شيت، ولا بذات الراس، ولا ولا ولا. يعني انا بالمحصله مثل ما قلت لك كل شيء بسجل. انا وين ما رحت انا اخذ معي 21 لاعب سوري. يعني اذا بدك بالاسماء بعدل لك كم اياهم. واحد من أخذ بهدل نادي الوحدة بأسماء؟ نادي الوحده احترف معي، هلا لا بالتفصيل، فهد اليوسف انا اللي جبته على ذات راس، وهو تعب على حاله ومشي حاله. توفيق طيار ومعتز صالحاني، معتز صالحاني من نادي الوحده. بعدين في تامر حاج محمد، في ميدو، في احمد حاج، احمد تبع حطين، احمد حاج محمد. حتى مدربين الكابتن صفوان الحسين، الكابتن بشار بيزيد. يعني انا بحب الكادر يكون معنا، بحب في بلدنا. الكابتن زكريا ولي هذا لحاله قصه طويله، كابتن زكريا قاسم اخ وعزيز وغالي، من كتر ما انا وياه اصحاب للكابتن زكريا. والله العظيم هذا الانسان دكتور وفي بالعمل تبعه، يعني وراك بالسيف، يعني ما بيعرفوا الكابتن زكريا للامانه، يعني صادق بعمله. رجال هو اشتغل بنادي الوحدة يعني، واللي اشتغلوا معه بيعرفوه للكابتن، صادق كثير ورجال ووراك سيف وبيآمن بعمله وعنده شغله. من كثر ما انا ويا اصحاب، انا هو الوحيد اللي حكيته بلعبة العين، لانه انا ويا اصحاب للكابتن. تخيل نرجع نرجع والله العظيم، والله هالزلمة يعني قلت لك كثير كثير محترم، وسبحان الله كم هدف عمله. سجل على زكريا؟ كان بالمجد، كان والله بالتفصيل ما، لا كان، لا صحيح انا طالع هداف الدوري السوري مرتين وهداف الكاس مره، بس تتخيل انت كلها على بعضها 25 جول. هلا عم يطلع هداف الدوري ب 25 جول، طلعت مره هداف الدوري ب 10 جوال و12 فريق ذهاب اياب، وطلعت مره هداف الدوري ذهاب اياب 12 فريق، يعني 22 24 مباراه 11 جول، ومره هداف الكاس ما شاء الله. لا بالذهاب عم يجيب اللاعب 30 جول. بقى انا اكثر واحد له فضل علي مازن كوسا، يعني حارس تشرين دائما بجيب جوال عليه، فهذا من الناس اللي فضله ما بنساه علي دائما.
عم بيقولوا لي كم عارضة كمان، كمان كنت مصيط بالعوارض كابتن. والله هذا كله السبب في ايه دوري كان كابتن اسمه دوري صفوان. كامل، كان اسمه دوري العوارض، بتتذكر؟ والله العظيم دكتور، في مدرب برازيلي كان مدرب الصفاقسي، شافني بشوط منيح، علمني انه وقت شوط مباشره او اي طابه بشوطها دائما حط هدفك العارضه، لان اذا ما صبت العارضه جول، واذا صبت العارضه قومت الجمهور، لان صعب على الحارس بتكون اذا بالعارضه، يعني اصعب ده. وانا يعني بالعاده ما بسمع نصائح، سمعت هالنصيحه ومشيت، لكن ما لا عم تسكن غير والله العظيم العارضة. ما عاد صبنا غير العارضه، وما عاد توفقنا الا بالعارضه، ولا سبحان الله والله العظيم، يعني في موسم يمكن في 10 11 عارضه، يعني سمونا العوارض خوازيق، وفي لو انت سمعت على كيفك يعني، والله العظيم سبحان الله، يعني التوفيق يعني الحمد لله. بدك توعدني دائما انه كل فترة وفترة نعمل هيك اطلالة للجمهور. والله براسي وبتشرف، والله العظيم كثير كثير مسؤول، ونحن عم لك صار لي هلا سنه ونص بالمقابله، هلا حسيت حالي اني قاطع حبيبي شوط كبير كاني الشرف بسوريا، والله مع حبايبنا واخواتنا. كل العالم، كل العالم عم تبعت لك سلامات وعم تتعب تبعت لك اشواق. الحمد انا لله ما عم رب بعمل شيء، العالمين. انا مقصر بس مشان ما كل شوي لا اقاطعك. تسلم لي، الله يطول بعمرك يا رب، وانسبيت كتير حبيب القلب ودائما كابتن، بس متابعكم بدنا نقول شغلة، اي حدا انذكر اسمه بهذا الفيديو بحق له يرد او بحق له يتصل بالكابتن طبعا عساف، طبعا بحق له طبعا طبعا، يعني حقوله وجاهزين، ثلاث مفتوح. وبإذن الله بإذن الله، وإن شاء الله ما بنكون ظلمنا حدا أو جنينا على حدا، وإن شاء الله ما بنكون إلا سادين، وبنعتذر إذا أسأنا لحدا كمان، بس الغرض مثل ما قلت لك دكتور، مو إنه التشهير لا سمح الله، أو يعني شايفني قديش عم بحكي على حسام، مو هدف التشهير ولا الإساءة، بس هي من باب يعني واقع، كنا عايشين واقع خلصنا منه، وظروف عشناها، وجرح انجرحنا، إذا بقول لك قلت لك 10 أندية دربتها، الجرح الوحيد اللي انجرحته أنا بنادي الأهلي، يعني قلت لك عليهم الجرحين اللي هذول بالجرح مثل، وهذا شيء طبيعي، لأنه الجرح من القريب والأهل بضل أصعب أو أقوى بيكون من يعني ان من شاء الله ان القريب شاء الله بيكون. تنذكر ما تنعاد كابتن لا ان ان شاء شاء الله الله. وخلاص ومضيت، يعني بوقتها ومشي حالها وانتهت، يعني ما وكلهم اخواتنا على فكره دكتور، يعني اللي هيك واللي هيك واللي عمل هيك واللي هيك، يعني كبرنا على هالقصص ورجعنا حبايب وبنحكي مع بعضنا، يعني ما فيها الضغينه، مو مستاهل الواحد يحط بقلبه على حدا مشان شيء، يعني واحد هو ماشي عم يطب، يعني انا تدعي علي وتذكرني بس، ما يعني ما والله ما لمستاهل كلياتها، يعني الله يطول عمرك وإن شاء الله بنرجع بنشوفك تسلم في بنادي الوحدة، بس يكون الوقت ان شاء الله مناسب. يا رب، ان شاء الله ومبسوط يا فيك رب، كتير وشرفتني كابتن، وجمهور الوحدة كله تسلم لي يا بيسلم رب، عليك. من الطليعة عم بيبعتوا لك، من نادي الطليعة عم بيبعتوا لك تحيات. اطيب ناس، وهدول توأمنا توأمنا واخواتنا الطليعه، يعني هنا والوحده دائما من كل اليوم كل احترام وكل حب وتقدير، يعطيك العافية كابتن. الله يخلي لي اياك، الله يخلي لي اياك ويطول عمرك دكتور، شكرا حبيبي لك مره قلبي ثانيه، الله وبعتذر يسلمك. منك اذا اطلنا او اخفقنا، لا لا بس بالعكس، ببدا بكلمه وبنهي بكلمه دكتور، انه الهدف حسن نيه وما في سيء نيه، لا من الاول ولا الاخير، لا تجاه اصغر مشجع ولا اكبر واحد قائم على النادي. الله يطول عمركم، وان شاء الله دائما نشوفك على خير وبركه حبيبي، القلب كابتن، يعطيك ألف عافية الله يطول بعمرك، شكرا كثير دكتور. حبيبتي. الله معك. والله يا شباب انبسطنا بالكابتن عساف، وانبسطت فيكم كتير. انا اسف في كومنتات ما رأيت، ما كنت عم بقراها، تعليقات لإلكم يعني، ما تواخذوني بس ما حلوة كل شوي نقطعه ناخذ تعليق. فانا عم بحاول جمع كل 10 كومنتات بسؤال واحد ونعطيهم للكابتن. ان شاء الله مرات تاني مرحب بالجميع يكون موجود معنا هون، يحكي يفضفض يرد على الكابتن عساف، او يحكي باي موضوع بيشوفه مناسب. اللي عم بيتابعونا من صفحة الوحدة الشامية بنوجه لكم تحية، بتشكركم كتير على صبركم علينا. كابتن عساف لا تستلموا للكابتن برهان الحسين على الواتساب. رح اللي ما حضر البث المباشر ببدايته رح يضل ثابت البث المباشر،
اللي بحب يرجع يحضره مرة تانية ليكون النت أوضح من هيك عنده، رح يضل ثابت ويضل موجود. كابتن يوسف مناع حبيب القلب راحت عليك؟ لا رح يضل موجود، بتحضره المساء بالسهرة لو طولنا شوي، بس رح يضل موجود. رح يضل موجود البث. هاي أول شخص دغري بده يطلع معنا. بتشوفوه إعادة شباب، بتشوفوه إعادة للفيديو، رح يضل مثبت. مساء الخير. مساء النور أخي أبو أحمد، حكينا عنك كتير اليوم، كنت عم تحضرنا عم تسمعنا؟ أكيد أكيد أكيد، تاريخي كان، تاريخي كان البث مباشرة. تاريخي. يا حكى إن شاء الله. شغلات، حكى شغلات الكابتن عساف. هلا أنا كنت أحكي فيها بس مو بهالصراحة تبعه وبالأسماء تبعه. أبو أحمد، أنا كنت أحكي مع الكابتن عساف تحت الهواء ببعض المواضيع، يجاوبني. فأنا أقول له اليوم أنت، يعني أنت اليوم أمام مسؤولية أمام جماهير نادي الوحدة. في حال حدا من الأشخاص عنده معلومة مغلوطة أو عنده شي فكرة معينة أو شي بوست من بوستاتك انفهم بشكل خاطئ، المفروض حبيب القلب كابتن برهان، المفروض تطلع أنت بشكل مباشر توضح للجمهور. احكي بصراحة، لا يعني لا تجامل، شوف انت شو بتلاقيه مناسب، كيف بدك ترد. انا سألته اكثر من سؤال عن مباريات سابقة، ان كانت بالدوري او ان كان بأبطال آسيا، عن اسماء، عن اشخاص، عن خلافات. بتمنى يكون جاوب. نورك يا رب. بدنا على فكرة، بدنا ناس مثل الكابتن عساف بالصراحة تبعه ضمن النادي هلا بهالفترة، هلا بهالفترة. وحلاوة الحديث عن الكابتن مع الكابتن عساف خليفة ما كتير فات بصلب الفريق الحالي، يعني مشان ما حدا يقول انه والله مو لا وقت والله له الحكي هدف. وعم تشوشو وعم ما بعرف شو. نحن حديثنا ما كان ضمن يعني الفريق تمام الحالي، كان عن شغلات قديمة لازم يعرفها الجمهور، كان عن اشخاص، كان عن اداريين، كان يعني في ناس بتقول انه هذا المواضيع ما لازم تنحكى على العلن، في ناس بتقول لازم. يعني نحن عم نحاول قدر المستطاع نخلي الجميع بصورة لأنه ما بكفي أنت بس يا حسان، تعرف أنت كنت مواكب للفريق من 90 ل 2013 2014 اللي هو في ناس نقولكم أكيد بتسمع سمع، سقطنا في ناس بتسمع تمام. سمع ما بتعرف. يعني هلا اللي كان آخذ فكرة عن الكابتن عساف بموضوع معين اليوم طلع الكابتن عساف ووضح، هذا شيء منيح. اليوم أنت ما فيك تنكر أنك اليوم بعصر الفيسبوك انت مطالب بانك تواكب هذا الموضوع. اليوم ما في بجريدة الموقف الرياضي كتبت فيها مقال خلاص كل سوريا صارت بتعرف شو القصة. اليوم انت عندك فيسبوك، عندك صفحة رياضية، لازم تطلع تلحق حالك وتجاوب على العالم وبسهولة بسهولة بتوجه وجهة نظرك. حكى عن فلان وفلان وفلان، فلان عنده الحرية انه يطلع ببث مباشر يرد يكتب لا بوست يرد عليه، او باحسن الاحوال انا بالنسبه لي يتصل بالكابتن عساف خليفه ويحل الاشكاليه معه اذا في شيء، يعني اذا في شيء اشكاليه معينه. شو ابو احمد في شيء حابب تضيفه؟ والله على حكي تبع بس تبع لما كان مستلم الفريق، يعني هاي جواب الحكي اللي حكاه. للأسف إنه معيب بحق نادينا. أنت شفت ردة الفعل بعض العالم يلي ما بتعرف القصة. ما بتعرف، لا ما بتعرف، العالم دهشت يعني من هذا الموضوع. طبعا الكلام هذا سابق ما له أي أساس حاليا من الصحة، بس بمرحلة من المراحل كان في عنا 6 7 لاعبين مو من أبناء نادي الوحدة كانوا يفوتونا بمتاهات وكانوا يفوتونا بقصص مالنا فيها. بيع وشراء مزبوطة والحمد لله رب العالمين. في شغلة حكاها هلا أنا بقى بدي يقول لك، مداح نفسه شو ما منيح، شخص ما منيح. ما منيح، طلعت منه شغلة الحمد لله رب العالمين برفع فيها راسي أنا. شو هي يا شادي اللي حكاها؟ انه حسان وحداوي اصيل مواكب للفريق، غير هيك غير هيك السنة اللي كان مستلم فيها ولعب لما تشرين. نبهته، لما نبهته على هاي لما نبهته هاي بالأول إيه شو حكى؟ طيب لحالي لما قال لك على لعبة تشرين والنقطة اللي جبناها ونفذتنا من الدرجة الثانية، صح يعني هي النقطة لو ما جبناها نحن، وقتها لما جبناها وصلنا
على النقطة رقم 29 ونفدنا، يعني كان شو ما كان بعد منا النتائج ما عاد ننزل. تمام. وفي شغلة تانية لعبة الكرامة، يعني شو حكى ساعد. شو حكى عنك يعني ما اسمع بخصوص النقطة اللي جبناها. ايوه يعني لك يد بالنقطة انت كان طيب. ابو نقطة طيب. راح نسميك ابو نقطة من يوم وطالع. والتانية يلي كمان زهير المصري له ايد كبيرة فيها، كنا عم نلعب مع الكرامة بحمص وقتها خلص الشوط الاول 3-0، صار حكي مع زهير المصري هو مين اتصل ما بعرف انا. الشوط الثاني تغير وضع المباراة كلياتها وخلصت 3-1. الكرامة هيك رجع لورا شوي وصار يلعب على الخفيف، الفريق وقتها صار بطل العالم. يلا سيدي، المهم هاي الامور كان لازم يطلع يوضحها الكابتن عساف، والحمد لله طلع وكان بس ناجح جدا. انا برايي الشخصي كان مريح شوي باوله، تعذبنا برداءة النت، تعذبنا لمشي الحال، راح ثبت بس ضلت على شيء اسمه تبع ضلت عم تدق بكنستو. انا مشان هيك ما بحط سماعات، يعني مشان هيك بضل مشان ما اضطرتي. راح نثبت ابو احمد الفيديو بصفحتي وراح يضل يمكن بصفحتكم، مشان اللي ما قدر يحضره يحضره مره ثانيه ويشوفه بيشوفه. بنروح نحن هلا لحالنا ابو احمد، نحن على صفحتنا الشخصيه مشان ما نطول على العالم هون، نكون ريحنا شوي ومنكفي. يلا ماشي، يعطيكم العافيه شباب، انبسطت فيكم كثير، نلتقي بمرات تانية، تصبحوا على خير.